بافيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بضارية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بضارية حضورين يشرفنا وصغنا من الحد ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا 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 والترحيب حصرية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورا يشرفنا وصغنا من الحان ترحيب من صوت المحبين مهدية ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورا يشرفنا وصغنا من الحان ترحيب من صوت المحبين هلا هلا والترحيب حصرية عسى الله يحييكم أهل مننا أخوان فرحنا بشرفكم والأفراح معنية يزين المسا فيكم وصار الفرح وصغير وكبير من الحضور السنافية صغير وكبير من الحضور السنافية هلا مرحبا فيكم وعلينا مزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورين يشرفنا وصغنا من الحد ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا 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 والترحيب حصرية وسمنا بكم لحد مزاج بهال الوان بكل المحبة والمشاعر خيالية من القلب نهديكم غلانا مع الزمان وننشد لكم عذب الترحيب حصرية وننشد لكم عذب الترحيب حصرية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورين يشرفنا وصغنا من الحد ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا 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 والترحيب حصرية في يوم اللقى فيكم روى قلبي العطشان وطاحت نسايم بالغلاجات عطرية حضرنا بلحن يطرب قلب بالمليان ونطمح ين الاعجاب منهوب باغية ونطمح من الاعجاب منهوب باغية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورين يشرفنا وصغنا من الحد ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا 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 والترحيب حصرية رسمنا بكم لحد مزاج بهالالوان بكل المحبة والمشاعر خيالية عسى الله يحفظكم عسى ربي الرحمن يديم الليالي والتبشير معنية يديم الليالي والتبشير معنية هلا مرحبا فيكم ضوى ليلنا وزدان هلا بالحضور اللي ساعدنا بطارية حضورين يشرفنا وصغنا من الحد ترحيب من صوت المحبين مهدية هلا 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 والترحيب حصرية هلا 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 والترحيب حصرية يلا شباب شباب اسمعوا شباب 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 ارجعوا ورا علي ولا جابر هذا صاير شباب شباب التوفيق ابو علي التوفيق الجابر ابو علي داخل بقوه جلوس خذ ابو علي ما ينفع معه العقال 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 ما في عقال حبيب جلوس يا شباب شباب عطري العصا يا شباب العصا عطري العصا بالله شباب استريحوا شباب يلا شباب جلوس يلا مساكم الله بالخير يا شباب والله يسعدكم تعال 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 ويوفقكم ان شاء الله علينا شباب يا شباب دقيقه 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 يا ولدي دقيقه يا ولدي دقيقه يا ولدي ابو علي تاكد ان معك القلب وقالبه ثقوا تماما يا شباب ابو علي حضور اليوم هنا الحاجتين يا شباب شباب كيف حالكم يسعدني ويشرفني اليوم اني انا بينكم وهذا مو جديد على ابو علي
اخوي جابر حدادي شرف لي اليوم الوقوف معه. شرف لي الله يحييك في هذا المناسبه وبوجودكم يا شباب، بس برضو تبقى المنافسه منافسه. جابر الشباب ابو علي، ابو علي هنا وجابر هنا وانتو هنا، والميدان بيننا. ميدان دقيقة يا بابا مثل ابوي ما تقدر تقول له شيء. فلان طبعا جابر الاستاذ جابر الشيف جابر دقيقة بالله دقيقة، ليش ما يجلس الولد هذا؟ عيب هذا وين أهله هذا؟ دخلوه داخل. أنا يا حسين متحمس. حسين رجع محسن رجع. شباب الآن الآن جابر جابر بيطلع من هنا وأنا بطلع من هنا. يا سلام. وبتجمع عند الصحن هذا العلبة ذي عند اللي على الماسة البيضة ذي. وعلى فكرة تراها لي. لك؟ والله لي. لا تخليني اكسر وبسوي الحين بالعصايه من هنا وبسوي فيها شفتها من هنا بس كذا اسوي بها افتفتها فتفته حتى الورقه تجي عندي هنا هنا تجيني الورقه افتفتها انا زي ما فتفتك الليله. عرفتوا اللي دايم صوته عالي خلوه عطوه. يا سلام عليك ابو علي. لا لحظه 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 شباب 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 اسمع الصوت. جابر اعلى جابر اعلى صح جابر اعلى نعترف جابر اعلى جابر اعلى راس لا لا ابو علي ابو علي يا شباب شباب اتكلم طيب اتكلم اتكلم شباب انتوا على عيني وراسي فوق هنا وانتو نجوم ومبدعين وجابر برضو جاي هنا نعتبره متسابق عندي حبيبي. ما في شك انا شهادة افتخر فيها. بالعكس انا لما اكون في مكان نفس هذا ويكون ابو علي ما شاء الله عليه خبرته اكثر مني ويشرفني وصدقوني انا راح استفيد منها اكثر. حبيبي نتفضل خش من هنا جابر تفضل يلا. شفت الباقي شفتك مريت من هنا حبيبي تمام صح نقول بسم الله ارحب يا رجال ايها كلكم تتمنوا المجموعه الثانيه صح شوفوا كلكم تبغوا المجموعه انا بالنسبه لي اتمنى كلكم حبيبي لحظه لكن دقيقه دقيقه اسال اي 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 اخلط لا مو ايش اخلط عند ابو علي خلطها خلط والله وجهك والله وجهك ذيب دائما سباقه. سؤال قبل نختار تفضل حاب المجموعه الاولى او الثانيه؟ كلهم عين في راس. لا 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 اختار لا والله لازم وش رايك؟ لا قبل لا نختار قرعه لا, لا والله انت ودك في الاولى ولا الثانيه؟ كلهم اي واحد مرحبا مليون. انا بدون مجامله لا تجامل والله ما جامل لا تجامل انا لو يسمح لي اختار بدون قرعه والله في قرعه تفضل قلها لا هو يسمح لي اذا سمح لي انا بختار والله انا اذا الود ودي بس في نظام كيقولوا لازم تختار القرعه لو ودك اقول اختار على كيفك لا تقلبي لا تقلبي وتتفرجي اختاري على طول لا تقلبي بيدك انت يا ابو علي بدون ترى ثنتين كيف يخلطها معليش طيب ثنتين طيب ابشر ابشر شوف كيف شوف ايوه ابو علي ايوه شوفها ايوه ابو علي ايوه تقلبي عندك عندك ابو علي يا سلام المجموعة الثانية عاش ابو علي ابو علي ابو علي عندك ابو علي لا نضيع وقتنا تعال يلا روح ميدان احمد
والله العظيم كانت امنياتي حبيبي قسم بالله العظيم كانت امنياتي. انت ركز. طيب تعالوا اسمع انا اطلقت على الشيف جابر لقب يستاهله هو جابر عثرات ابو علي. بالله دقيقه يا شباب دقيقه بالله دقيقه احد عندنا بيطه؟ لا لا خلاص امسك ولدك هذا والله معنا الصقر صقري تعال يا صقر شباب اسمع عدي روح قاعد يلبسهم وش اسمك افضل مضغوط قل لي لا لا اضغط المضغوط اكثر اضغط المضغوط اكثر ارجع اوه شباب شباب يلا حيوا ابو علي حيوا يلا ابو علي انت ابو عصايه بدر يلا انت ابو عصايه يا شباب نبدا نشتغل ونعلق ما يضيع وقتنا لا يمكن في ناس بيجوا يتعشوا معنا وبيسولفوا معنا وبيسهروا معنا الحين نبدا بطبختنا وشوف ومهما كان منافسه وما فيها شيء بس تعليقات ما نبغى مهاجمات نبغى نبدا بشغلنا حبيبي شباب ابو علي ايش رايك مثلا مجموعتي بجنبي طيب اختار واحد اختار اثنين ليش علشان نقدر نمشي بالترتيب ويمشي معانا الوقت ونطبق تعليقات مع بعض ما في شيء واحد يستريح واحد الثاني يقوم ما في شيء نعم يقوم انا شايف ترى بتكون انا خيرت حلوين طيب جابر دقيقه انا لا جابر انا لا حد شيء ترى سنك وتكلم اسمع تسمع ارجع شوي بالله يا شباب لازم نكون مميزين ديب ترى الكل يتابع الكل في الانتظار خلونا نطلع بانتظام بدون ايش والله الفرقه هذه الفرقه الثانيه همجيين بالعكس نبغى ترتيب على الكاميرا شوف الكاميرا بتجيبهم شوف ايه النخره تبع الجاهز جاهز اللقاء هو قال متسابق وبيفوز حلو عمير هذا تبعنا هذا تبعنا شكرا يا صقر خشي 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 يا سلام عليك ما انا بينا على الاحترام ونرجع كل شيء للصقري تعال الصقري معنا يا شباب شباب يا شباب عشان ترى صدقوني يلا المتابع راح يستمتع بالترتيب واثنين يقومون اثنين يجلسون اثنين يتنكسون اثنين ينبسطون تنبسطون الله صدقوني بتنبسطون تعرفون المثل اللي يقول الزين شوف تكونوا عندنا والشين علينا اجتماع خاص أربعة يستريحون أربعة لا ما بي أربعة تدري ليش ما بي زحمة اللي ود اثنين براحتكم جروب نايم ذا طيب إيش رأيكم تجلسون لنا نعرف إيش رأيكم عندي وأبو علي وبعدين خلاص خطب من قد قده يا جابر هنا شباب يا جابر من قد قده يا جابر من قد جابر يا جابر من قد جابر يا جابر من قد جابر يا جابر أيوة وريني جابر يا جابر ايوه جابر يا جابر ابو علي طيب ابشر ابو علي نبي نعرف يجلسون ونعرف ايش اللي اقدمه وايش اللي تقدمه يكون افضل وانت مهلك تقدم عاد تكلم عادي شباب المجموعه الثانيه المجموعه الحريقه المجموعه الوناسه شوفوا طبعا اليوم انا مقدم لكم الطبق الرئيسي اللي هو الحنين حلوين
الطبق الثاني صينية سمك بالبطاطس. حلو. مقدم نوعين من نوع السلطة، السلطة العادية واللي ما يعرف أبو علي، والسلطة سلطة الجرجير. ما يعرف أبو علي. راح تشوفون الطريقة. وصينية حلا مقدمة لكم، تستاهلون. حبيبي. تستاهلون أكثر. يا جابر. لحظة أبو علي، أبو علي. يا جابر. هنا هنا هنا. أيوة. هاي 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 يا شباب، طبعا جابر قدم اطباقه وحنا مقدم اطباقنا. لا لا لا، كفو كفو ابو علي، روح يا عيال. وين الحمام؟ اطلع نفسك انت وياه. عيال وضع المنظر ده ما هو بزين. ابو علي يبغى اثنين، البقيه هنا يحفزون. ادوار 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 إيه؟ البقيه هنا يشجعون. اشتغلونا بس يا شباب. يا هنية بقى يا بدر نفسهم. شوف كيف يا شباب. شباب يعطيكم العافيه. طبعا الطبق الرئيسي حيكون عندنا مندي. الله الله الله، ذبيحه مندي. الله عليك ابو علي. جابر استخدم التنور، انا استخدم بلعبتي حاجه ثانيه. الله ابو علي يا بطل، يا كينج يا كينج. بضيف بنضيف بنضيف عليها اللي هو ايش؟ برياني لحم. الله، ما هذا الذي يحدث يا ابو علي. وعندنا السلطه العاديه هذه اللي بنقدمها لكم. عندنا وفي عندنا كمان دجاج على الفحم. الله اكبر. وعندنا اللي طبعا كل الاستخدام اليوم بهارات الشيف ابو علي. يا رجال يا رجال، ما الذي يحدث؟ الله صحيح. ابو علي هذه صورة ابو علي. الله يا شباب. جابر جابر يا شباب. يا شباب تتحدى البهارات يا جابر. يلا شباب، المويه المويه شباب، المويه شباب. الله البهارات الجميله يا ابو علي. ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك ارفع صوتك. اسالك ارفع صوتك. شباب شباب، امانه امانه، لو انت تمشي في صحراء يوم من الايام وتواجه الفريق الميت هذا، امانه. دقيقه يا شباب، يعني انت معليش. سبيكر يا شباب، سبيكر ما نسمع. استريح استريح يا شباب. خلاص نبدا نبدا. شباب شباب شباب، ما تسمعون شيء. اوكي اسمع. انا ماني بقول تعال فلان فلان، انا برجع مكاني. اختاروا اثنين الان يقومون وبعد اثنين يلا. انتم انتم براحتكم. يا سلام عليك. ما اسمع ما اسمع. لو سمحت ارجع لابوك لو سمحت، والله مشغول. تمام كيف شباب؟ اضرب تفاعل بس، تفاعل بس. يلا وين وين ابو علي؟ صقري ابو علي في الثلاجه. دقيقه نجيك. وفي خس عندك، شفت خس ابو علي؟ ها اديله. ايوه يا سلام، اديله ابو علي، اديله اديله ابو علي. احنا 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 نسوي شيء على الهواء، ما نسوي شيء بعدين نطلع على الهواء. احنا نسوي امام الناس، احنا ما ندخل نطلع. احنا نطلع الطبق قدام الناس، ما ندفنها بعد. يا ابو علي تقول وطول. انا قطعها قدام شاهدين، شوفوا. الله اكبر. بس هم سووها تحت الهواء، احنا نسويها امام الجمهور. حبه حبه ويا قلق. حبه حبه ويا قلق. يا ابو علي اديله اديله ابو علي. ذبيحتنا على الهواء، شفت؟ اديله ابو علي. بس انا ما احط اللحم. روح ابو علي اديله اديله ابو علي اديله ابو علي. اديله ابو علي. مويه دي مويه مويه مويه. اديله ابو علي اديله. مويه 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 بس. اديله ابو علي. مويه مويه بس. يلا يا شباب، انا ابغى واحد منشد. وين المنشدين؟ بس يلا ساقري اديله. حط
حط. يلا يا ساكري خليك فوق خليك ورا قدام بس يلا يا محسن بدر كتب مع شطه عشا خذ لك رايح جاي وي راح فرقة ثاني روح يلا عطنا شيء اعطونا ان شاء الله اعطونا شيلات اي بس يلا يا شيلات اي كيف يلا يا والي يلا اليوم ابشروا بشر يا اسمع 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 اي تعال 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 يلا يا والي توفق ابو علي لا 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 توفق ابو علي لا 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 روح العب العب ابو علي ها شو لا 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 يلا يا والي توفق ابو علي يلا يا والي وفق ابو علي ويا الله يا والي وفق ابو علي الشعيرية انت الحلب كبرى كذا الحلب هذا هو وش اول طريقه وش اول طريقه زبده وبعدين الشعيرية لا بدون زبده انا على طول ايه حلو حاول دائما الشيء اللي تقدمه مبدع يا سلام عرفت عليه ليه ايوه ايوه عشان ايه سم يا سلام على النار على النار حبيبي انت مسؤول عنه حبيبي ارجع شوي وخر وخر ارفع يا عمري عرفت تقلب هذا خله على ما هو كيف اقلبه هذا بالضبط ايوه بس خله لين يقرب لونها حلو يلا يلا بسم الله شغل شغل والله شغل الله عليكم يمين الله قرب قوي هذه ايوه نحط فيها حليب حليب خلوا 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 يا شباب هذا حليب لا تعي حسين خلوا من شيء محسن محسن امانه صمت عشان نبدا بس نغطي الحلا نكون مميزين عرفتوا يلا خلونا نبغى نولع في الدنيا يا جابر نبغى نولع عندك طاقات خلينا نخلص الحلا يلا بس الحلا عندنا والله عندنا طاقات لكن استاذ جابر ما ادري وش يبغى ايه شباب ولا شباب. والله مفجر المنتج دقيقه يا سلام اذا اشر بس نقمنا شيل السمك ابشر جابر يا سلام عليك لا حط هناك حط هناك حط هناك ابشر وش عندنا عامر بس ايوه الله يا احلى بسكوت في الدنيا انت شباب انكسره لا 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 خلونا وخصم التفاحة ناكلها بالراحة خصم 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 التفاحة ناكلها بالراحة ابن ابوي طن طن عايزين ايه ما تقوموا تروحوا 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 الله وشوية شوية شوية وي وي رنك رايح جاي وي 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 شوي ابو علي اخذك رايح جاي عاش عاش ابو علي خل الهزيمه كذا خل الهزيمه انت وياي يا خاطر معك خمسه عادي ما تقدر ترد اكيد طبيعي ما تقدر ترد ابو لازم لازم تعطينا ظهرك ابو علي خلهم يغنون انا رايح في رقعه ثاني فنان يا ابو علي فنان اقول يا صقري ماذا تفعل يا ابو علي صقري تخضعهم تخضع ابو علي لا يا صقري هذه لعبات الكبار ابو علي العب شوف كيف قطعهم انا قطع قدام الجمهور قطعهم انا ما اجفن واطلع انا قطع اي حط واحد انا قطع اذبحوا الشيب انا ضدك اذبحوا ابو علي اهرب اين الشيب اذبحوا ابو علي اين الشيب اين المنافس اسمع 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 اذبح يا ابو علي اذبح المفصل هذا ابو علي هذا لا خذ يا ربع قدم هذا تسلم
أقول علي هذا خلاص. وش فيكم سكتوهم بهالطريقة؟ الربع قتل القط لسانهم ولا كيف؟ قولي ليش؟ ليه؟ لأن أكلته لأن طبخته يقولوا هلا. العب يا الأمير. العب يا الأمير. العب يا زين بس قبل. القدر فين القدر؟ خرج القدر. أمسك ذا القفاز بقول وضعيتهم بعد ما دخل أبو علي. يلا ابو علي ها عادي نبدا اسمع الحين اسمع يلا يلا واحد بيده ابو علي دينا من كل مدينه والفوز باذن الله باذن الله لينا الله ابو علي دينا من كل مدينه ايوه ابو علي دينا من كل مدينه والفوز باذن الله باذن الله لينا بعد بعد يا ذيب ذيب حبيبي ما في اي رده فعل ما في خلاص فريق اعلن انهزامه من البدايه هارد لك تويه هارد لك معليش معليش معوضين ان شاء الله يا جابر تويه فريقك الصمت يذبحكم وبكل قوه حاولوا ترجعوا موقفكم شوي يعجبني الفريق اللي يشتغل هو صامت انا يعجبني محمد منصور اتصل حبيبي منصور يعني اني ما اسمع منصور البصل شيء اي بصل حقي انا بصلي والله عيال بصل بالله بصلي دقيقه لا شباب دقيقه شباب دقيقه البصل حقي شباب اهدى ترى فريقي فريق نار بس اهدى البصل حقي ذا اقسم بالله مو بعندي ها هذا واحد والثاني تكبر والله العظيم لي لا تحلف بالله اقسم بالله مو لي شو الحلف الحلف ممكن تتوكل على الله البصل عيال شيل البصل ابو علي شارع انا ما تشيلون بصل ابو علي النار لا النار يا شباب ابعد 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 كيفك دقي حلب بالله انا مو حقنا حلب بالله انت من مكانك لا تحاول باي حاجه يا شباب امانه همان لا 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 المول لا 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 تعور نفسك يا ولد وين الرسم نفسك انت موت يلا يلا يا راح يا البصل انا مقطع بنفسي يا عيال ايه طاير اقطع لي طاير ابطخ انا بصل ما في يا الله يا الله يلا ابو علي يلا احط لك زيت ابو علي هنا اصبر ها اصبر ثبتها باللحم ثبتها باللحم ابو علي ثبتها باللحم يلا يا عيال يلا اضربونا يلا 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 العب يا بقيل ابو علي حط البصل دقيقه بس يلا دقيقه بس في نعناع ابغى نعناع خلوا قول نعناع دور النعناع هنا اقل شيء يقدر المتابع يستفيد معلي روح يا صاحبي خلوا فوضتهم هناك هات عطري الله عرفت شوفوا وين يقطع شوفوا يا شباب شوفوا وين يقطع هو دايم تحت ثقتك ما عليك خليهم صدقني راح تستفيد يا محمد يا شباب معليش شباب طبعا معليش انا عندي واحد ما شاء الله عليه مشارك ومتفاعل انا مطفي النار لنص ساعه والمسكين شاغل نفسه بدون نار وقاعد يقلب وانا معطيه على جوه ليش يا حمودي ما في نار هي خالص خلاص من اليوم طفي تعال تعلم السلام الله يسامحك مالك دخل تعلم اسمع الرميم نجيب يا حظي تعلم يا حظي اسمع ابو علي قل له روح
البصل البصل يا ابو علي الرز احترق عليك حمر انصار عليك حمر انصار طلع 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 يا سلام نبي كل شيء يا سلام وعلي عندك طاقات يا جابر حرام والله عادي حط اربعه عادي اخلط اخلط يا سلام عليك ابو مستنى اتحط الصوت اتحط الصوت يا مال الشعب محمد محمد مخلط الشوط اربع صوت اربع بدت باسمه الله قال عبادي 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 هلا مرحبا بالحفل كله هلا هلا مرحبا بالحفل كله هلا مرحبا بالحفل كله هلا ما عندكم سالفه خلوا امسكهم خلصوا احنا ما جينا ولا تكلمنا قلنا احنا شوف قاعد تسمع صوت السفارات تسمع صوت السفارات احنا ما جينا نتكلم رجاء رجاء عند ابو علي يلا خلاص يعطيكم العافيه احنا قول وفعل يلا رجال يلا يلا شوفوا يلا يلا بسرعة بسرعة ونذكرك بالحقيقي في الصباح ونقبلك في الوطن ونهمي فيه ونوصل حدود الغزالة آخر مدى حبيب الكل ونوصل حدود الغزل آخر مدى تعالوا ونقبل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في سبا ونقبل كفوف الوطن ونهيمي فيه ونوصل حدود الغزل آخر مدى آخر مدى غازي يبي له حلقانه حبيب قلبي كيفا شنور عايزة حب الوطن في قلوبنا ما له شبيه نجاهر بحبه ونتنفس هواه حب الوطن في قلوبنا ما له شبيه نجاهر بحبه ونتنفس هواه أصبغ أحاسيس الغالي العذب النزيه هو المحطة في الغرام ومنتهى نتذكر الحب الحقيقي في السماء ونقبل كفوف الوطن ونهيم فيه ونوصل حدود الغزل آخر مدى تعالوا ونفل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في السماء ونقبل كفوف الوطن ونهيم فيه ونوصل حدود الغزل آخر مدى وصرنا مثل ما يحتوينا نحتوي لو نخسر الدنيا عسى الدنيا في ذا صرنا مثل ما يحتوينا نحتوي لو نخسر الدنيا عسى الدنيا في ذا نحفظ الله حقوقا مثل حفظ الوجه ونطيح من دونه ونرفع مستوى ونذكر الحب الحقيقي في السماء ونقبل
ونقبلك فوق الوطن ونهيمي فيه ونوصل حدود الغزل لاخر ما جاء لاخر ما جاء نعيش فيه ونفتخر ونموت فيه المجد فرضه ولا فخر في سما نعيش فيه ونفتخر ونموت فيه المجد فرضه ولا فخر في سما ما دام يا حي تحضننا يده ودلت فنا ما حضننا لا ترى ونوصل حدود الغزل لاخر مدى تعالوا ونفل الغرام ونبتدي ونذكر الحب الحقيقي في سباق ونقبل كفوف الوطن ونهيمي فيه ونوصل حدود الغزل لاخر مدى لاخر مدى مرحبا 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 عدوا عدوا يا مرحبا بالدخول الفخم يا فخمين الله يطول لي بعمركم يا مرحبا ترى مسلم علي غازي مرحبا شلونكم يا ربع السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعا الله يطول بعمرك يا سعد يا حبيبي اليوم رجاء لا لا رجاء ابعد ابعدوا عني خليك حقتك هناك بالسيف الله لا يهينك خليك بالسيف الله اكبر الله اكبر رسينا السيف اللي بالباب يا حبيبي صبحكم الله بالخير جميعا اليوم الوضع مختلف وضع رياليتي انا جاي عشان اشوفكم انا والشباب لكن انا لي ثأر مع المدعو ابو علي هذا الشخص اول مره يا وليد انا اكون معك ايوه ضد ابو علي نتفق اخيرا 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 روحوا روحوا يا ربي تستر عليه روحوا روحوا يا ربي تستر عليه انا اتشرف اني اكون من ضمن فريق الشيف جابر اول شيء واضح الفريق خسران معهم مدير الشركه اللي اسمها مضروبه هذا اول شيء اول شيء وثاني شيء ابو علي شكرا لك على صناعه النجوم لانك علمتنا الصبر فقط لا غير والوعد تشوفه بعد شوي ايوه اسمع الرد سبحان الله ايوه بالامس متسابق والان نتكلم سبحان الله يا ابو علي انت من وين جاي غازي اذا كملت انت شو تتكلم لا يا حبيبي يا ابو علي لحظه اسمع انت الان تشكك بثقه الاداره باختيارهم لغازي زياد غازي مطيري نعم تشكك نعم لا يا حبيبي سامي الجعوني عندك نعم ما تكلموا بروفايلك عندك ما تكلموا عندك الشيف والشيف بس ابو يالا عندك جبل يكفي ان ماسك افضل فقره لدينا من هو حبيبي من هو حبيبي لا عادي عادي جدا اسمع ابو انت الان تستنقص من المتسابقين تقول كنت متسابق الان لانهم هم في عندنا الاداره ايوه كان حطوا رقم انا فقرتي ست ايام متواصله وحش ابو علي طيب اوكي وهذا عنده يوم واحد فقرتي فقرتي لا تهرب لا تهرب يا ابو علي يا شباب شباب جاي جاي عن جابر وين جابر؟ جابر يعيش جابر يعيش جابر انت وخر عني شيلتك هنا هنا يا لا لا شكل انت صح؟ لا تخصمون عليه طيب شرناين شوف الفريق شوف الفريق وش حركات شوف الفريق شوف الفريق اجيب المنظم شوف الفريق شوف الفريق المتحدث الجميل تركي الموسى والشيف الجبار العظيم جابر اليوم يا وليد انت وغازي انا اشوف انكم يعني جيتوا الله يجزيك يا هلا وغالي
شلونك؟ طيب شو صحتك؟ يا حبيبي عاش سلامك الله يطول بعمرك نورك والله يسعدك الاتجاه والاتجاه العاكس الله يطول بعمرك انتوا جيتوا في المجموعه الذهبيه لهذا الاسبوع يعني افضل من نجم الاسبوع حلو ابو زيد اضيف بعد اذنك كلاكيت ثلاث مراكز ماخذينها غيرك واحد عدها وطلعوا مجموعتهم برايم اسمع لي ابو خبير الوقت بدلاج نفسي خبير محزن كيس فرمان شوف المجموعه الاولى يجونا يجونا يحتكون وليد المحبة من الله ترى سبحانه كلهم يجون يرقدون عندنا ويقولون انا اشوف شو اسمه الصقر ذا كان يطلب حسن يقول بنام عندكم وافتحوا انا اشوف الصقر ذاك اليوم شو ذكرني بالصغار اللي في سيروا ابنام عندكم ابنام عندكم شب الحسن الدوسري وين جاي استسمح لي الصقر طعمك سرير بيني انا ومحمد منصور عصاب الله يلقيك واضح اني انا من حظه الزين حياكم الله يا عندنا مجموعه ثانيه بعد جنبي المجموعه الثانيه ماني مقيم احد الحين خلاص ما عليك خذوا راحتكم خذوا راحتكم يا جماعه انا عارف انك ما ودك تقول هذا متميز وهذا احتراما للاشخاص حبيبي استنى بعد بكره الجلسه هذه ايش بعد بكره بعد بكره الله يطول عمرك سير سير خذوا راحتكم نبي نسأل الشيف جابر وش يسوي وش ما يسوي يا ضيف العزيز يا حبيبي عندنا اليوم الطبق الرئيسي اللي هو الحنيذ حلو عندنا الحلا حنيذ نفسه حنيذ رجال اللي ياخذ سبع ساعات ولا غيره نفسه بس ان انا انا في ساعه اي انا في ساعه ساعه ونص حلو عندنا صينيه سمك بالبطاطس ما شاء الله ما شاء الله عندنا الحلا الشعيريه حلا مكس حلا لو انك مخليها كنافه كان ضبطتها الله يجزي اللي يتصلون اللي علموني كيف اطبخ وشوف لاحظ بعد يا جابر ان الفن شوف ابو علي ما يطبخ الا بقدور ضغط يضغط نفسه مضغوط 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 احنا شوف 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 كيف السلاسه والطبخ الجديد هذا شيء احترافي ما شاء الله وتقليدي من ابو علي اوه اي والله تقليد اي خطير حتى اللبس شوف اللبس شوف الكاب شوف يعني شيف مع خلك خليه يدس المركز شوف والله لايق عليه خليه يدس المركز شوف في شيف مع عصا ابو علي الله. انت تصيح على الشباب لازم يلبسون المريا لوينك ليش ما انت لابسها ايوه ليش يا سلام انا اذا خلصت من الحلقه النظافه نظافه ريالتي ريالتي والثو ايه وين وين السكين براك تعال تعال خلينا نشوف السكين نظيفه شوف السكين السكين هو خايف من نظيف ابو علي لازم لازم يتغير ما نسوي شوف خدمة انتم معنا انتم معنا والله ترى انتم معنا لا 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 تواضع يا استاذ غازي مطيري لا تواضع لا اعطيك على بالي والله ايه العظمة دي كلها قاعد يغنون عليك الشباب يا اوبا ايه العظمة دي كلها الله لا انا شو عم نحكي الاسبوع الجاي الاول انا صفقنا او يا فادي او شو رجال حبيبي سداد بعد ما بيعرفنا يمكن تطلع الاول بس بمجهودك مش بالرسم حبيبك عحينا يا صديق شو قاعدك عندنا يا فادي وشو جابك عحينا يا فادي وشو قاعدك عندنا يا فادي جننت كل الحيلة سببتوا أزمة كبيرة ما خليتونا ننام يا فادي يا فادي يلا يا شباب يلا يا شباب علي شباب علي بس تفهم انت هذه هداه هديتك مش هنروح فريقكم يعني حروح سلي يلا ما يا مرحبا في وليد غازي شباب ما ادري بس منك محهم وليد جاي يسال يا ابو عندنا دجاج الفحم طال عمرك ما شاء الله عندنا لحم برياني عندنا لحم مندي ما شاء الله شغل عدل من عند ابو علي وعندنا طال عمرك القلب بعد هذا خلنا مفاجاه خلنا مفاجاه هذه تشويها بس الله تشويها يعني ان شاء الله اقول لك معلومه تدري يا ابو علي يلا
خلينا نقول الصحيح شوي. ابو علي يعني كان كذاب كيف؟ لا لا قلبك كبير شيء شيء لا لا على خير. ابو علي الله يجزاه خير هو اللي اول من اشاد بصناعه الكنافه. وليد شمري شوف 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 تدري اني سويت كنافه بالمطبخ ودي اتصور انا اعلمهم حياتي يعني صوت كنافه اي والله لاني كل مطبخ تطلع عندي كنافه كل مطبخ انا كنت سويت قبوط بس انا جاي حجر هذا هذا بسم الله الحمد لله انا كل ما فتوش الله يجزاك خير الله يجزاك خير شلون حفظت اسمه اصلا شلون عرفت اسمه صح اسمه قبوط شو ايش اسمه ذي الدوائر اللي تقول صخر تقول ايش اسمها والله نسيت كابتن خلاص والله وليد وليد انا كل ما توش توش يلا يلا ما بدك تمر طيبه والله ايش اسمها المرمله 500 والله ما ادري ايش اسمها انا خليكم جاهزين والله غازي الله يجزاك طول عمرك ابو علي ابو علي يا وليد يقول بتاكل اصابعك مرة انا ما انا ضد بالي صراحه انا تدري مجرد اراء مجرد اراء زين يا وليد انا في البرنامج ما اتفق مع والدي ما اتفق معه ما كنت اتفق معه شاب اتعثر في بعض الانسان يقول انا تعلم من محمد لا لا انا تعلم ابو علي لكن كان في خلاف بيني وبينك في البرنامج نصلح بينكم الحين لا ما فينا شيء بس انا في البرنامج كنت متسابق خلاف فقار كان هذا خلاف فقار بعض الوقت لا يفوت فلوس في لب قضيه فهمت فغازي يعني اختلاف وشيء مشكور ابو علي والله على جهودك موجود الظهر وموجود الحين الله يعطيك العافيه حبيبي قلبي اي والله طول عمرك ليش تضحك يا مدير الشركه ابو علي اصبر غازي وليد يلا حط اشتغلت عند ابو علي ها اعرف نسبه عند ابو علي كم حبه ما ادري كم التقييم معك بالشم نفس بعض الناس اتوقع الشم ما اعرف اروح ذاك التبصين وليد على نسبه خاصه عند ابو علي تقييم ابو علي ب 90 صح ولا كم انا على نسبه خذيت ها ابو علي شباب بس بكبر ايوه بال 90 كذا شباب شو بس شباب قاعده بس طيب خلاص مجلس لا ترى بس خذوا راحتكم بس يقول لا لا خلاص مجلس شو اسمها الطيارات الطيارات اهم شيء تكونوا فن مخصص انتوا غازي انتوا غازي فنس عشان ما اي ريادي ريادي خذوا راحتكم وما عليكم حياتي خذوا راحتكم طول عمرك يلا اليوم نفككم اليوم نخلي نشوف تجارب 30 يوم فادت فيكم ولا لا كلام 30 يوم فاد ولا لا وشي وين هنا لعبه الخط مو موجود هذه 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 كلمه سر هذه هلا حبيبي اي احد يخص منك هذا وليد جاكم لين عندكم هو كل مره نبغى بودي جارد نبغى مدري ايش انا جاهز تاخذ نفسك يا وليد انا جاهز وين يقول نبغى بودي جارد اليوم شكله بتسطر وين يقول نبغى بودي جارد ناخذ نفسك انت مخطر عندكم يلا اللي يبي يسوي شيء تحط وليد وين يبغى بودي جارد ما ادري اطلع فاصل خلينا نشوف شو نسوي يا وليد اتحسب نفسك بالنسخه الاولى خلاص النسخه اثنين انت تبي انحرك كرتك اقعد تبي انت تبي اقعد اقعد قاعد اوجهك الحين الحمد لله بروفايلك قاعد اوجهك الحين بس لا ننسى ان وليد يعني نجم نجم وماخذ فارس حياتك يا حبيب عيني المفروض انه بكل بدايه نهايه اي صحيح اوكي معناته معناته انت راح تنتهي اكيد هم ما سانتهي الانسان هو انسان يحيا ويموت طيب شو اعصابك اعصابك لا خلك واقع اعصابك 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 تعرف اللي بيقنع خصب طيب اقول لك شيء خليك تنقهر شوي كذا عبد الله موجود بالرياض انت تبغاني ابكي وتشلق ايوه صح صح عبد الله صقري ومعاه اخلي بس ما هو يدري تدري ليش ما انصدم لانه داري قاعد يشتر عندهم جوال فضائي ايوه ايوه عندي جوال طلعوا يا بروفايل يا را طلعوا ابغاكم تطلعوا يا شم لحكم طلعوا ها امانه طلعوا شلون احنا بعد شوي احنا قاعد شوفوا فكونا من الحين قاعدين نسولف ناخذ الوضع خلنا نسولف ناخذ الوضع قاعدين نسولف نسولف شوي وليد ادخل غرفه غرفه النوم يفتش روح سرداب اشتقت شوف الدنيا يا وليد يلا حلو كنت هناك ربي جابك الله يبارك ربي جابك كل يوم احنا موجهين اسئله أسلم. لا شك في ذلك اسلم وليش ريالتي يا جماعه ايوه انت تحصي علينا هناك سوي كذا تحكي لا لا فرقه لا خلاص والله يا حبيبي عيني اليوم كلنا اذا طلعت راح تعرف فائده الانتقاد هذا تعرف كيف للمصلحه والتصحيح عشان شوفوا احنا الحين جايين انا وغازي جالسين جنب بعض امس قاعدين حاشين فيه حاشين بس غازي يمثل الشخصيه الطيبه والله والله شوف غازي دلت يا جروح المدينه والله يا رب انت طيب بس يا عبد الرحمن يا حبيبي انت والله طيب بس بروفايل عبد الرحمن طيب شوف ما في بس بقول الكلمه هذه ما فيه النفس ما تحب النقد النفس دايم مهما كان واحد يتقبل النقد والكلام هذا لازال بالنفس شيء يقول لك
انا احسن واحد، انا ما اتاثر وانا ما انظر. لكن النقد مثل ما كان يقول هاني، احيان البعض يحفز بالالم وبعضهم يتحفز بالتشجيع. مهما كان النقد قاسي، مهما كان النقد جميل، يعني يحفز، لازم تعرف انه بالنهايه المصلحه والمستفيد انت بالنهايه. ابو وليد حلو، انا ودي ترون تكفى، والله ما ودي نطول بالمحور هذا علشان ما يستحق هذا المحور، ما يستحق. وانت منفتح قدام التلفزيون كل يوم، اليوم اليوم كلنا ماخذين اجازه. انا والله ودي نغير المواضيع هذه، تكفى. اليوم يوم السلام العالمي يا زلمه، روح مقلقل. اليوم يوم السلام يا وليد، يوم السلام يا حبيبي. بس اعلم حاجه وليد، اقدر الحين اخاطب كصديق قديم؟ الصداقه شيء والعمل شيء. لا ماشي بعمل خلاص. يلا اوكي، انت متفقين احنا متفقين متابعين معكم. مو كل شيء نتابع يعني نهتم له، ممكن بس اقضي على وقت يعني. اوكي قضي وقت باسترداب، قضي وقت باي مكان. لا جاز الهنقر، فاتابع كذا من باب ليش انه انزل على ما قال. انا ما راح ادخل بالموضوع هذا يا محمد الحادي، لانك ما يستحق حديث. انت لك ست ايام قاعد تدور تسولف فيه. شو اتحداك تحدي، اتحداك تحدي. وشو كم يوم؟ جيبوا حق الستوري كلهم، قولوا تعال شوفوا طلع ستوري. وش تسوي؟ اي والله انا ودي اغير، النادي يخسر محمد. خليني اخذ رايك بلس. بعد ساعة خذ رايك. ما يحتاج. ابشركم شيء، ما في فقرة اليوم بروفايلك. الله يعينكم. هنا مليارين. رصيد التنشين. من اللي يجيب المليارين ذي؟ الشباب. من اللي يجيبها؟ الشباب. لا تدري صدق سبعه هم جابوها. وش جابوها؟ مليار كملها. تدري كم مشاهداتها؟ ليه ما صار؟ تدري كم عندكم؟ تدري كم مشاهداتها؟ احنا جانا حبي مليار ونص. وش مليار ونص؟ مية نص. احنا اثنين. احنا جبرنا النص. زين وليد، نبي تعطي كل واحد سلبياته و... انا ودي غازي يعطي كل واحد ايجابياته. خلي هذا ابو بروفا، هذا الفقره خلي ابو بروفا. انا بيسمع منكم انتم عليكم السلام. انا بس على عداء مع نوار، الله يجزاك خير. عبد الله نفس الموضوع اللي قلت لك. اوكي لا يقرب لا يدور. انا معلمكم قبل قايل لكم وليد في ولي اجازه لكم. اجازه جازة. ايه. وليد انت نعرفه من يجيبون اليوم. انا قلت الله يستر. ترى اقول ترى جاء عشان فقره، ما قالوا ما في فقره. ما اقدر اشوف كذا يعني. ما شاء الله انكم والله انكم تستاهلون عنه. بعد قلبه يمكن اسحب الموضوع هذا، ممكن حول الغازي. يلا وصل الغازي. ما تدري وش الموضوع اللي بيني وبينكم. طيب شوف، انا لاني اكتفيت دائما اتكلم. خل غازي يعطيكم، خل غازي يعطيك. انا انسان ايجابي ولست سلبي. ايوه اعطهم الايجابيات اللي انت تشوفها. يا ليت ما اي وليد الحين ما فاهم. ما فهمت الموضوع. الموضوع لا انا اقول اسلم يا غازي اسلم. احيانا ايجابيات شيء كويس. عنده فخر تركي. ترى احنا نقول سلبي تركي اليوم. تركي الاسبوع هذا نمبر 1 نمبر 1 ما شاء الله تبارك الله. منظم لي يا حبيبي. استاهل. لا تكفى عبد الله الفقر اللي سويته. دامك واقف. والله صدمني اسلوب عبد الله. كان كيف كيف يعني نقله ما شاء الله. عبد الله في خلف الكواليس في ناس ترى شاركوني يعني. دائم ترى والله. شوف العمل اللي يطلع عشان الجماعه يطلع كويس ترى. يعني شوف غازي، ابيك تقول يعني شلون احيان ترى تحت البث يصير في مثلا عندي فقره شباب ابي فلان وفلان فلان يساعدني. صح قلت سوينا اتفاقيه. كيف اذكر انه مره في كان الهواء كان بخيمه منج خير. هذا اخر برنامج واخذت والله ناسي من حلافي اتوقع. المهم واحد اثنين من الشباب كانوا موجودين هناك وقلت لهم يا عيال ترى عندنا فقره وكذا. وقبل الهواء ترى ساعدوني في محمد فلاح القرقاح. الشباب الكل يعني لما يجيك واحد يساعدك من هنا سوي كذا، لا حط كذا، لا ايش رايك تعدل المعلومه هاي، لا تحط تطلع العمل كامل. طبيعي زي ما قالوا بروفايلك انه احنا كلنا مكملين لبعض يعني اللي يشوفون كل واحد مكمل الثاني. صح. بس اشكرك جدا. من قالها؟ من اللي قالها؟ اوكي شفت ايش اشياء زينه. لا ترى والله صحيح. انت ايش رايك يا غازي؟ ونسمع راي الشباب. الحين نجاح النسخه احيانا مثلا الافراد في اكيد افراد تتميز تتمشي، لكن عشان تنجح النسخه كلها وتصير النسخه لا تنسى لازم كل واحد يتميز. وش افضل طريقه؟ انك كل واحد يعاون الثاني. يعاون الثاني الفريق كامل، نسخه كامله. كيف تنجح النسخه كامله؟ هذا اهم شيء. غير نجاحك اللي انت بتكون فيه اسمك كاسم، لازم انك تنجح فقرك الاسم كامل النسخه كامله، بعدين انت تمسك مسار اسمك. يعني مثلا تشوف واحد من اخوياك والله رتمه نازل، اني اجلس معه اشوف ايش عنده وكذا،
يفيد، يعطي يعطي طاقه، يعطي باور، يعطي شيء. احنا ما عندنا مسوي يعني اني ترى انا لا بس والله من ناحيه انا صار من شهر وعارفين الوضع كله. ايوه سلام عليك. والله اني ودي اقول نبي نطلع من اطار الرسميه. اي والله من جد يا اخي احس اني عندي مداخله. احس ان العيال جالسين مع ابوهم. خير ايش الحماس؟ طلعونا من الجو استقبلوا فلوس. ها افتحها هناك مدير الشركة اهدى سام طلع هذا الاسهم طايحة يسقط المستثمرون الجدد. اخر دقيقة انسحبت انا. كل شيء جايب النظام الله يصلحه. وش وش ابو علي صارت مشاكل مع ابو علي صدق صدق ما نبغى المثالية. شغل سبيكر خله يسمع خله يسمع. ابو علي لا جد والله قد صارت لك مع مشاكل شخصيته جميلة وش هذا ما نختلف ما نتكلم عن شخص مشاكل اخس يا حركة سبيكر لا طب ألو. خفت والله من الو ابو علي شخصيه جميله جدا ودايم مثل الاب لنا. الشباب هنا يفتقدون انا ابوهم بالمنتجع. انا اقول الشباب الله يسعدك الشباب يفتقدون ابوهم بالمنتجع. فعطى سبيكر خلاه يستانس. تكفى شوي نرفعها شوي. ايوه ترى بكتب الحين كيف خلاه يصدق. عطنا سبيكر شوي. ايوه عطنا سبيكر. تكفى خلنا نرفع به شوي خلاه يصدق. لا تقول هو اذا ما قلت يطلع لك. ارفع ارفع ترى والله. أيوة. ايوه ابو علي يقول لكم احنا نفتقد الاب احيانا بالمنتجع من ناحيه البعد وكذا. فابو علي هو الاب الحنون واحيانا يكون الاب القاسي اللي يعلم الاب الروحي. اكيد يكون احيانا الاب يكون قاسي احيانا مهما كانت انتقاداته وخصمياته قويه لكن يظل هذا خوفا عليك. طف السبيكر شوي. طفه والله ما عنده سالفه. بس حاجه واحده أنا أعتذر لأبو زيدة لأني قلت اليوم جاب العيد جاب العيد. هذه رمز بيني وبينه لأن الحين بعد البث يقول لي كل ما أسوي شيء يقول جاب العيد وكل ما طلع شيء أقول له جاب العيد. فأنا آسف بسلم على راسه اعتذارا له. والله لا سلم والله لا سلم أنا اعتذارا له. لا حبيبي والله أحضان 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 اعتذارك أزيد من نبى قلبه. وليد وليد وش أكثر شيء بالنسخة هذه؟ إبارات؟ أنتم أدرى. ها شوف أنتم أدرى. ها يكسر؟ أنا آسف أنا آسف كسرت. ها أنا آسف مرتين ثلاث أربع. طب بالعكس هذه لا بس صقرة صقرة. أي ثقافة؟ طول ثقافة شباب الله يعز عليكم. طول أنا آسف غازي كله أنا آسف. صدق احنا مجموعتين لكن لو مثل أجل مجموعتين يقول عندي فقرة كله مجموع يا رب. هذا هذا العبرة هذا هذا ميزة الشباب لو جيهم بعد الفقرة جوا على طول معنا لازم. عموما نسختك ما شاء الله حلوة يعني. انت فرق بس وقت النوم الا وين هي تميزت والله العظيم تميزت في يعني اشخاص ما شاء الله يا حبيبي الله متميزين. ما تكلم عن نسختك من الطيب عشان تشرفني. النسخه ما تثبت شهادتك يا حبيبي. ما انا ما تابع نسختكم. ما كنت ما كنت احلف احلف انك ما تتابع شوي بس غازي بس تركي تركي ممكن مستواني تركي تركي بس علي في كان في حديث ساخن جدا في فرقه بعد اذنك بين ابو زيد. ابو زيد يعلم حجم العلاقه اللي بيننا. حصل انه في استوديو في الاستوديو عندنا فجاءوا الشباب كلهم المنشدين قبل البرنامج نهائيا قعدنا نسولف على البرنامج ونجاحات البرنامج مين بينجح. فكنت اقول راي يعني راي لا يقدم ولا يؤخر يمكن في النهايه انه غالبا في برامج الواقع التفاعل مع السعودي اكثر من غيره. التفاعل مع الشخص السعودي اكثر من غيره طبيعي لانه انا لو اني مثلا هندي في الهند بسوي برنامج بينجح. هندي يسوي برنامج سعودي ما ينجح. دقيقه شيف جابر دقيقه بس دقيقه. ف اقول انه لو مثلا شخص انا مثلا اي باكستاني بسوي برامج باكستاني بينجح اسوي بالسعوديه ما ينجح. فهذه القضيه ولا دائما السعوديه وعند والقياده عندنا دائما مرحبه باي شخص كان اكيد زين وجميع ينجح فيها. لكن القضيه هذه قضيه التفاعل فقط لا غير. انا ما حددت ابو زيد بشخصه ولا وجهت كلام له. تتكلم مع مجموعه اشخاص بالاستديو. اول شيء بيض الله وجهك على التوضيح. بس فيه نقطه يمكن المشاهد ما يدري عنها. الشباب اول ما يدخلون اول اسبوع ينسون انت من الشمال ولا الجنوب برا السعوديه داخل السعوديه. هذا ننساه جميع العيال والله. واحيانا احيانا اختلف معك بالقاعده التفاعل مع السعودي وغير سعودي تختلف تماما. يعني ما شاء الله شفنا بزد سبعة كيف تفاعل بنج خير بنج خير جابر ايوه اخذ نجم من الجماهير كلنا رايه. بس القضيه القضيه انه محمد بنج خير محمد القضيه علي عبد المنعم ما شاء الله كان فارس في احمد سعود سفير الوقت متفاعل جدا ما شاء الله تبارك الله. يعني حمد الله حمد الله نفسه بالضبط. فالقضيه ما كانت شخصيه ابدا وضحت ابو زيد الموضوع ويعرف حجم العلاقه اللي بيني وبينه. وانا قلت لك انا والله يبيض وجهك انه قلت عنك انت غايب شو عنك انا وانت ما تدري قلت انك انت ايش
قلت لامك؟ ايوه انه انت قولها. قلت له لان امي كانت زعلانه عليه لانه قالت ابو زيده كان في البرايم الاول زعلان وكذا. قلت والله العظيم قلت لامي والله انه انقى واصفى قلبه ما يدري في خلف ظهري يعني في ظهره بس وسلامتك. الله يسلمك يا حبايبي. الله يوجيكم. هذا القيادة. هذه المجموعة الثانية. وليد اقول لك شيء. تعالوا اعطيكم تحدي. اقول لك شيء. وليد 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 اعطيك حصرية على المجموعة الثانية. حصرية. هيا جا عبد الرحمن. هيا جا عبد الرحمن. لو تركز بس ترى ترى شو اسمه زياد ما يجي في فقرته الا المجموعة الثانية. ليش؟ ولك لك ان تجاوب على السؤال. بس اسمع لي حق الرد. بس بس ايوه رد يا تركي. اقول لكم حاجه تراني انا الى الان ما قدرت احفظ اسماء يعني المجموعه هذه المجموعه. اعرفكم بالبرايمات صرت اميز. صرت اميز اذا دخلوا هذول اتذكر انهم كانوا لا يمكن انك انت تفصل اذا هم افراد مجموعتهم يجون ينامون عندي في المكان. والله صدق هذا عندنا عبد الله عساف الصقر يا صقري هذول يا وليد هذول انت تطلع اكثر من في الارض يضلوك والله العظيم يعني ما تدل كثرتكم يعني على حق مساكين بح صوته يبغى يلم الشمل ما في ما في يلم الشمل والله اني اشوف الصقري وهو يطلب حسن ابام عندي ذكرت لي بنعم خواله ابنا بن عساف معلومه لا قلت اردي على المنظم المخلوع سابقا انا اتوقع ان فترته كانت مليئه بالفشل ما شفنا فيها اي انجازات. طيب ما تشوف انك انت صعدت على نجاحات المنظمين السابقين؟ تعلمنا خبرتهم منظمين مجموعتي كلهم كل التقدير والاحترام مجموعتهم مجموعتهم انا ما شفت فيها اي تقدم هذا الاسبوع بوقفه الرجال الله يطول سؤال كل امانه اقول لك انجازات ولا ما لا ما احتاج انجازات تحبط فيها هسه دخولك انت وحسن مرتبين عليه من زمان مفكرين في الموضوع هذا تدخل دخلت منظم تدخل طيب الصدق الصدق حسن كان مرتب انا ما كنت مرتب لا لا كان بالك يعني قبل ان كنت اذا صرت منظم بسوي دخوليه كان بالك انت تصير منظم اصلا لو بتصير لو بتصير مثلا كان بالك بتدخل لا لا ما كان في بالك ما كان بالك اذا انت انصدمت انا ايش اقول اللي ابراهيم بعدها على طول دخل معنا اقول لك يعني خلال هذا الاسبوع المنصرم العهد الذهبي المجموعه الثانيه عرفت يعني نجم الاسبوع سفير الوقت افضل ممثل كلكت خذينا الثلاث في المراكز الثلاث الاولى كنا متواجدين فيها ردك على هذا الكلام افضل ممثل اعتقد في زحام من النعم سفير الوقت اكثر نسبه تفاعل تركي انا بس بعطيك تركي واحده في عهد سمحت نوحد الصوت يكفي يكفي ان عهدي ما في برايم خلنا نسمع خلنا نسمع يكفي ان عهدي ما كان في برايم هذه ما في صعاب ما في صعاب ما في صعاب الحمد لله خسر المتعه انك تطلع من المصايب اصلا هذا كان في برايم تطلع لا هذا عهد رخاص هذا عهد رخاص زعلك اعطيك سرعه مجموعه فهد المالكي من هو اسبوعين على التوالي واخذتها واقف نمونين يا فهد ابكي وليد 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 هو ينسب فهد يعرف علاقه قاعد اتكلم عليك محمد بالخير من معه اليوم اللي هنا الله يجزاكم خير تعال تعال علاقته مع شماغ وش مع شماغ تدري ذا فهد المالك مبروك التدشين يا فهد التدشين اللي اليوم رائع التدشين اليوم اي تدشين اللي هنا جماعة تدشين الكباري سفادي سفادي وليد هذا ينسب ل ل ل ل ل ل تعال واحدة يا أبو علي تعال واحدة يا أبو علي تعال يا أبو علي تعال يا أبو ها بالفوتو بالجزمة تعال يا عادي على السجاد شوف اي حاجه اعطيك قسطير ولا شيء ايش ابو علي ايش نقنقة حار ها كيف بعد ها شيك بدي اشيل الشقفه كيف بس اطلع قايمه طيب هاي بدي ارجع استدوقها
وخر وخر ترى على فكره شباب فيك يعني زي ابن الفضل ترى مش راجع من هذا الغريب هو ايه انتبهوا بس لا افسخ لي وحده من هول لو سمحت هيك اشكال بكفوفك برافو عليك اعطي 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 واحده اعطي شوفوا سمكنا وش حلاته شوفوا سمكنا شوفوا سمكنا وش حلاته لا ابو علي لا ابو علي هذا جابر حيانا هذا جابر قجانا هذا جابر حيانا هذا جابر من قدو هذا جابر من قدو هذا جابر من قدو هذا جابر من قدو سمك سمك هذا السمك اسمه سمك الدنيس دنيس او دنيس مصري من افضل الاسماك انا محب اسمك طبعا ابن بيروت يعني شو بدي يكون كلك كل شيء طاعته انت ابراهيم سويت اهم شيء ماسيه اعتبرها ذاك الوقت منافسه الى الان ما شفت المنافسه ما كان من الاحترام يكفي في فقره بعد اذنك والمجموعه الاولى اذا في صباحيات في صباحيات ذيب اذا كان في اذا لا والله ما ابغى صدقني صدقني اللي شايل المنتج كل المجموعه الاولى برد عليهم برد عليهم شوف احنا مجموعاتنا شوف شوف احنا مجموعاتنا دائما نجيب الطوام نجيب المصايب نغيب على البث صحيح هم يطلعون بس احنا اذا طلعنا ساعتين بس نقلب البث فوق تحت يقلبون فوق تحت يجيبون ابو كياف يقصون عليه هذا ودي احسن ساعه تحكي لك شغله اذا بتطلع ساعتين وبتقلب البث تذكر انه هالساعتين مش كل الجمهور عم جمهورك عم بيشوفك اوكي يعني انت بتقعد ساعتين و 22 ساعة هامل جمهورك الله فكر بالموضوع لا انا برد برد عليك استاذ فادي طبعا لازم اوقف لك تحيات جلال انا بقول لك ما تنام وما تفتح عليك شغل نسبة المشاهدات دقيقة دقيقة نسبة المشاهدات بالأساس نسبة المشاهدات تقل إذا المجموعة الأولى طلعت على البث احنا أدري من جوال فضاء جوال فضاء جوال فضاء يا وليد قرب لي هالتمر عشان ضغطي على حكي قرب لي هالتمرات إنجازات من بداية البرنامج أكثر الماسيات معنا أسلم مراكز أولى خدنا مراكز أولى في كلاكت أفضل ممثل خدنا أفضل ممثل أكثر نقاط عندنا أصلا الأسبوع اللي طاف اللي دخلنا في برايم كانت أكثر نقاط ظاهرة كانت عندنا لكن اللي دخل برايم حن ميمة نبدع ببلاش حبيبي إيش جيب نقاط وتنايم محمد صقر في سؤال نجم الاسبوع يوم خذيت افضل ممثل كان بعهد مين من اللي كان معك في المدينه ما في عهد من انت عشان تقول لي كلك عهد متصادق معنا يا حبيبي متصادق معنا حبيته صبا محمد صقري من اللي كان كاتب السين يا خلاص يا منيب وش فيك يكفي ان نجوم الاسبوع كلهم تفضل اسال يا محمد محمد استاذ محمد صقري اوكي بس استاذ هادي هو اللي يحكم الله يسلم احكم على شو الله يسلم على السؤال اللي طول بعمركم سلام شلون كلمت ها بالجوال برصيدي غير كذا يقولون في تحسن في التمثيل يعني جابوا الطاري الله يطول عمره انا حبيبي صوتك ما وصل من الخناقه لا اقول لك ابلغكم سلام الوالد والوالده ويقول في تحسن في التمثيل يقول استمر يعني عاد خلهم اصلا السلام على الشباب كلهم ترى موزعين السلام واحد واحد والله أسرح انا اشوف ان محمد الصقري ممثل رائع وهو من الممثلين الكبار
يعني جماعة الإنشاد والتمثيل ما شاء الله تبارك الله. بس سؤال يوم إنه يقول إحنا خذينا أفضل ممثلين وكذا، يوم خذيت أفضل ممثل من اللي كان كاتب السيناريو؟ أوكي أنت كاتب السيناريو. خلاص محمد حبيب. هذا هذا المجموعة. لا أجاوب. صفقة أستاذ محسن. لا أجاوب. طيب لكن إذا جبت حد خالد محمد صقر يمثل بيجيب الأول؟ ممكن ما تنجح. ممكن. هذا هذا موجود. ممكن ما يعطي الدور الرئاسي. معوني أنت الزعيم. اليوم شل فراشي ونحن المجموعة الأولى. أي والله. لا يا أخي حب. لا لا جمني وتبغاني اسكت لها انا من ضعيف بتكلم. لحظه تفضل اذا حتبتدوا من هلا من يعني كل واحد ينسب النجاح للفريق لشخص معين من هلا بقلكم انتم لابسين باكبر حيط والحيط جاي يساركم مش انتم رايحين لعنده. لا هذا نسب كل شيء له يا اخي يا زين سباتكم بدنا نحكي لبنيني وعد لك لبنيني يلا يلا احكي لبنيني تخيل يلا صقري اوكي سيناريو استاذ فادي صقري يا صقري مين عيط لي عم بحكي عم بحكي تركي الموسى يا تركي الموسى محمد صقري انتم افضل ممثلين صقري الموضوع عم بحكي عم بحكي بس بس ما بيلمع ما بيجوز هيك ما بيجوز بدنا نحكي لبنيني حياة امي ما بيجوز هيك لبنيني لبنيني يلا حياة امي ما بيجوز هيك ما بيجوز هيك جمعه بيقولها يا عطير لبناني يلا من عنده سؤال بده يحكي له لا استفاد عم بسال عم بسال يلا يعني لك خلينا نبعد عن الكلاكات ما كثير نحكي عنه يعني الثلاثة صغيرة منا نحكي في مشاريعكم انتو انتو اخباركم شو شو زين استاذ فادي يعني اول مرة بشوفكم ما بحكي بكلاكات ريحوني ايه اولا عم مش جايين نشتغل طيب اسمع هاي تمرة اصدقت بسببكم طيب انا عم بقول كثير كثير لاعب لك التوب السعودي ميرسي وانا مش من السعودية انا والله ما يصلح والله لبنان 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 لا والله صعب يا ربع استاذ لازم استاذ فادي ايه حبيب قلبي ايوه استاذ فادي بروفايلك انتقدوك الاسبوع انتقدوك انتقدوك قبل يومين ايوه وقالوا ان استاذ فادي لازم يجي يجلس جنب الشباب يجلس جنب الشباب وش رايك بالنظريه هذه انه ما يجلس بالكنترول المفروض يكون قريب من الشباب يعلمهم التمثيل كلام استاذ وليد اتوقع تكلم باللبناني كان وليد يقول شو رايك باللبناني ما هيك قال وليد الا ما قال اجي اترك الكنترول اجي عندكم انا والله ودي نترك الفقرات بس جاوب عليه اخر سؤال الفقرات ودي نطلع من الجو هذا يا شباب اخر سؤال اخر سؤال مهم السؤال هذا اخر سؤال سلمان حق وليد يوم يقول لازم استاذ فادي يجي انا كنت اقول انه المفروض يجلس جلسات يعني جلسات مش تختلف الفقره جلسه يعطي يعني شرح ازين من انك انت تطبق طيب. بعدين يقول لك غلط وش الفائده طب انت ما علمتني الطريقه ما في فرق بينه وبين المطبخ بالعربي طيب ما في ناس يعلمونا ما في منشدين يعلمونا لا بس وليد ما في كل هيك لا مختلف اي بس وليد انا على قد ما بقدر حاجرني يا ابو وليد لا وليد ما في منشدين كبار يعلمونا التمثيل بس خليني بس اجاوب على تسائله الفكره هذه انتم الحين ما انتم زعلانين على ابو علي انه يقطكم كذا واطبخوا نفس الفكره بالتمثيل يعطيكم السيناريو يقول لكم مثل طيب اشرح لي اساسيات قبل اعطني فكره لا بس ما انا لانه ما عندي كورس اعطيهم للشباب على قد ما بقدر وقت اللي بيغلطوا بقول لهم شو الغلط وكيف أيوة. ممكن يصححوه على الهواء بقول لهم يعني ما مش اقول لهم انت عملت غلط بمحمد حالي وبفل أيوة. ولا مره شي مره صارت هيك شي مره قدمت ملاحظه وقلت لكم انت عملت غلط وما قلت لك شو الصح تبعها طيب سؤال يا استاذ فادي انت يعني اعطيهم سيناريو اعطيهم سيناريو وهم يطبقونه لا لا هم يكتبوا سيناريو ليك هذا كمان موضوع شائك لانه الشباب جايين في عندهم رساله كل واحد عنده مشروع للمجتمع اذا بدك هو جاي يقوله هون هذا المفروض الا جايين نلعب فاذا هن جايين عندهم مشاريع يقدموها للمجتمع ويحسنوا من المجتمع ومن جيلهم المفروض هن اللي يكتبوا اذا انا اعطيتهم مواضيع انا شكون عملت اعطيتهم مواضيع بتخصني انا يعني الشيء انا بفكر فيه بس انا بدي هن شو بفكروا انا موجود لادعمهم انا موجود لحتى ساعدهم يطلعوا اشي احسن لهيك بجي نهار الاحد بقضي معهم نهاري وبتخانق مع المعدين خلصت منه يا اخي شو بدك فيي بدي اخلص مع الصبي روح انت من وشي منضل بقضينا عم نقضي معهم انا والمعدين استاذ فادي انت تهاوشهم بالاسلوب هذا ايه والله والله تمدح والله والله ما شاء الله تبارك الله شو لا بعرف نمق الكلام باللبناني يعني بقول الرساله بلطش اللطشه بس انا مبتسم الانيق دائما وليد الشمري حنيت على الوضع هذا الصراحه انا حسني
خل غازي بدي الحين. انا حسيت اني ما ودك تدرس اللوكيشن. لا خل اللوكيشن المناسب لك الحين وين ودك تدرس؟ والله سالني من دي ما ادري من وين فعلا. لا كل مكان في فكره كل مكان في شيء هنا يذكرك بش اسمه الروض يا اخي انا بحبه مركز سرور الروض هذا مركز سرور وما كان فيه لوكيشن بالظهر نافوره كم كمي هذه ايش بقى بعد لوكيشنات مهيله صالح اللوكيشن الثاني الجلسه بتذكر شلال الجود حق احمد سعود بنينا شلال على الهواء هنا احمد سعود كان وليد صدق الدافور وليد شلون كندافور صدق معادله صعبه انك شلون تحافظ على النقاط وتعيش رياليتي بعضهم يعيش رياليتي ويطيح النقاط ويودع يا سلام ولا بعضهم يلتزم ويقعد ما يتحرك الشيء الصعب اللي هو متى تعرف متى تفصل فصلات ما تجيب خصم ومتى تمشي والله اكسيده زيك احنا ما نعرف يا ولي احنا نبي نقعد مع معاويه ايوه والله انا مو جاي طالع رهيب برامج الواقع بشكل عام سؤال دقيقه يا شباب استفيد برامج الواقع بشكل عام يعني الجواز الاولى دائما تكون حق اللي حافظ على النقاط ولا الاكثر في الرياليتي لا تختلف من نسخه لنسخه حسب هو بالنهايه حسب وين دف ميل دفتك اكثر بالنهايه المشروع مشروع نقاط بس انا كيف اجيب نقاط وكيف اني اعيش الرياليتي صح اسولف وافله وانبسط واستانس بس بنفس الوقت اذا جت فقره اكون موجود تحاول توازن زي كذا وليد كان معكم كان في كلام اليوم صح اي للاسف وليد انا خليته يصير مقدم كويس غادي نطير السؤال يفك المخ الحين انت نسختكم معروفه هي انها كانوا يعني معدل الاعمار كان كبير شوي يعني اي غازي مطيري كيف يعني تقدر تمزح مثلا مع ابن عمرو مثلا انا بدايه البرنامج كنت عايز من السيدا والله صدق كنت خايف من السيدا زين لكن مع المرور الايام خلاص غازي الوضع عندنا عادي يعني كل واحد عم تلعب نفسك والله ما تجيني والله عم تعب والله ما احب والله اللي جاب جيب لي حرقان والله جيب لي حرقان جيب لي حرقان ليمون طيب يا الربع ما تلاحظون ملينا من السوالف خلنا نسوي شيء ترى انا مشتاق لفرقة ونسني والله وين هي وين يا الربع انا من الفانز حقين ونسني شباب شفت خلوكم واقفين هنا بس شباب نجي هنا الليمون يا بجاد من قدنا يا ويلو من قدنا حاول تبعدهم شوي محمد حبيبي تبعدوا شوي ايوه يا سلام عليك يلا يا عيال هذه سلطة الجرجير يا عيال في طلب سهرة ممكن اروح اجيك يا جابر وين هناك خلصها وروح معلش خلصها بالله بسرعة لا لا يا جابر بسرعة يا بجاد والله ما تسوى حياتي لحظة يا شباب لا ولا تسوى حياتي في الوجود دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر البعاد وكيف بنثر هالورود عالبعاد وكيف بنثر هالورود روح انا راضي غيابك يا حياتي انت باحساس احساس كبير دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر البعاد وكيف بنثر هالورود عالبعاد وكيف بنثر هالورود روح انا راضي غيابك يا حياتي تبقى لي شمع والدروب يسفير دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر عالبعاد وكيف
بنثر هالورود على البعاد وكيف بنثر هالورود حبيبي بالله بس رجع يا عاد وين؟ شيل هذي العب 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 وعذب وحرك غطى قدر لا ها؟ غطى قدر هذا هوا هلا هوا قطر هوا يلا غطي اجي لود حط عليه خلاص ثابت احطه دقيقة تكفى يا ابو علي تكفى يا ابو علي نبيها يا ابو علي دقيقة لا خلها العب العب يا ولد العب يمين يسار يمين يسار العب 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 يا ولد طن سوات يلا يلا غنوا غنوا شعار ولا يلا يلا أيه المشكلة يا شباب مشكلة مشكلة غني واعطونا شيء انتم يلا يلا عطوا عطوا اكبر كلنا فدوة تراب بلادي الله اكبر نصرة الاسلام يا والينا الله اكبر ستة ستة دمرتنا وغالي يا مالكنا سوقنا للموت يا غالينا دونك نسوق العمار ونلطم المتحان شوفنا على الجنوب افعالنا تحقينا لا 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 يا لا 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 ايوه ايوه لا 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 يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على حلالا يا عيوني ولا عينك علينا الله الله وبسك تجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوال قوموا 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 قومة قومة ايوه ايوه استفادي ايوه الله 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 او بسك تجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على علينا يا عيوني ولا عينك علينا الله او بسك تجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على علينا يا عيوني ولا عينك علينا يا ولد يا ولد يا ولد ايوه 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 ويا عيوني نا الله الله عينك علي انا لا يا عيوني ولا عينك علينا الله الله
فاتح. شو جابك احنا؟ يلا وش؟ يلا وش لازم؟ لامك يا صاحبي من ابسط حقوقي، اجمعي على ديرتك ربي معنني، يا ديري تنحبها من حب مخلوقي، لو تعرفين الغلا مكان الامتن، لو تعرفين الغلا مكان احيا من دوني ومن دونك ناس ما يدانون، دولك دعذالك يا خلي يعدلون، فالعذال لا تهتم فوالهم وفاخرهم، دولك دعذالك يا خلي يعدلون، من دوني ومن دونك ناس ما يدانونك، دولك دعذالك يا خلي يعدلون، فالعذال لا تهتم فوالهم وفاخرهم، يا خلاه لا عزيزة الهواء بالله قصيتك اللي نقلها وانت وانت وش لحالك طربنا طرب بالله من اللي كنتوا تطقطقون عليه محسن علي يقول طربنا طربكم منه رايد رايد اه وين رايد صدق؟ كنت شاعر خلاص ريفيتنا قبل تعبان كل الناس تعبت انا قلت انه شاعر طالب ادوات لنا اصابع انا تكسرت والله نبي ادوات عشان ندش الفقره بلش ما نشيل الفقره راح نزوره خلنا نسمع طيب خلنا نسمع قصيده بالله قصيده من ترك الموسى ودي اسمع قصيده اي نايم يلا يا ترك الموضوع ما كان قصيده كان استهبال كنت جاي ايوه استهبال اللي قلته وانت ماشي من هنا والله اني ناسيها ما ادري وش ال ما ادري وش الكلام عطنا صدى التركي موسى بس بشرط ما يقول هذيك يا وشي لا في واحده قالها 60 مره اي هذه ابي واحده غيرها اعلمك او اعلمك وفي احد ثاني اعلمك ما فينا ثنتين قبل شهرين قاعد احفظها خلي يزود مقطع بالله لا ابي ابي اللي تقولها كذا هذه اللي عفويه دقيقه صدى من راسك من راسك من راسي يعني اي من راسك من خالد القوم 40 يوم صار منهم يلاك يعني مثل هالشاعر الجزل معك في المجموعه لا بد انك لازم يلا والله جت بحزتها ذيك المره كذا الحين بحزتها لا كنت اسولف لا شفت وجه رايد وشعر ذا الكلام حقك يلا اسلم عطنا شيء طيب يا اخوي بالاذاعه تسولف ست ساعات لا هذا هذا شعر ما عاد دقيقه لا بس عشان ما يقولون شو بده يقول شعري راح يفينا يعني لا والله يبيني عطى محسن بيت خليه يكمل عليه يلا طلع فينا واستوحي يلا يعني لا لا ما نبي يسوي هجاء الله يرحم والديك ما تكره شوف شو بده يؤدي يلا بيلي سبحه بس يلا ما عليه عاد الدور يلا ان شاء الله معك هات شكله حيشبقنا فيها هيدا انتبه ما ادري يقول الشاعر بالذلين هذا عجزني ها يقول أقفيتي ورحتي عن عيني عيني تدربيتي من فوق الدرج وقلبي تقطع قطع وديتس للمستشفى في الطواري طواري قال الدكتور تكسرت ما عاد تنفع هذا عسالك يا غازي تستاهل وإن شاء الله والله المقطع ذا اللي هنا لا هذه كانت وقتها بس يعني طلع بيتين حلوه طلعت اي وانت تمشي ماشي مدمر قصيده الله يجيبها ان شاء الله انت ان شاء الله تلقاني شاعر ترى انا على الطاري عجبني شو اسمه محمد كذا بالتصفير كان ودي واحد يدخل معه أوه. يطلع بطل انت تصفر واحد ينشد يطلع شيء يطلع مع يطلع شيء ماجد عسيري كان موجود كفو خلصت ليش قلت لك مش مفروض يتنافسوا شو عم يعملوا معنا افا وين راح اللي مجهزين الزلمه قاعد لحاله عم بيشتغل المعطر يا عمري عدوك المياس يا عمري يا غصن البال وكل يسري انت اغلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري يا عدوك المياس يا عمري يا قصير الباب يا اليسري انت اغلى الناس في نظري
جل من سواك يا قدك المياس يا عمري يا غصين البال وكل يسري أنت أغلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بكلم ولا قد الشوي اللي ما تمشيهاش يا فادي لا لا وفوق النخل فوق يا اللي فوق النخل فوق مدري لا ما خدك يا با مدري القوم والله ما اريد اغاليني بلوى قد قدك المياس لا وضع الطلقة علي قدك المياس مش قادر اقول انت المثالي اصبر على طول على احزان لا تسرقني الخيزران بين جمع الصبر لا لا يا لا لا تسرقني الخيزران بين جمع أنا قبل البرنامج كنت أسمع إلى صقري اكتشفت موهبته خليته يتحرك شوي الوداعة الوداعة كانك تصل وداعة خبر الحركات اللي كنت أشغلها وبالسناب خلفية وأحطها أحطها أبيض وأسود كني منفس كذا شوف قلب مكسور اسلم 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 من الصبح لمح يا ابو يلا 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 الوداع كانك تصون الوداع قلب من يغليك لا تكسى عليه والظروف اللي تجدد لانقطاعه لا تردك من مواصلهم جيه المفارق حزته من دون ساعة في دقايق تبعدك من اللي تبيه صوتك بعد سنة تسخير وصلك وانا قلبي ضعيف ما تحمل غيبتك لو ثانيه دمعني ما يوقف بالنزيف الحياه بدون شوفك فانيه الحياه بدون شوفك فانيه الله عليك سؤال جدا مهم نقطه ستوب
نقطة ستوب. كيف عرفت انه نازل قبل يومين؟ علم محمد الحال. لا لا تعلم والله اللي صرف. لا لا انا قلت ما سمعتها قبل اسبوع. ها؟ لا انا قلت من زمان ما سمعتها. قلت محمد نازل قبل كم يوم. لا صدق في واحد طاف يا حسن. والله ما نمت اليوم حشب وش اشارات كرتون حسن مبدع ماسك جاد الحاله وانا صوته متميز عيوني بس لا تغيبي وش استفيد بغيبتك من عيوني حبك حفظته وسط قلبي من سنين يا ناس يا حبي وشكلي ولوني يا ناس يا حبي وشكلي ولوني وقال ظروفي قلت انا وش تقولين قالت هلي من سبتك راقبوني حسوا بحبي لك وقالوا تحبين وانكرت حبك بس ما صدقوني وانكرت حبك بس ما صدقوني. اول مره يغني وليد وليد اول مره غنى شيء معجم اقسم بالله اول مره انا استغربت بالعاده كلها نفس اللحن وليد 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 انا عشان الشباب بس بقول حاجه يمكن بجاد اكثر واحد يدري عنها مو بشرط انه دائما اللي يقول شيء فرائحي او في فرح دائما ممكن يتهرب من مواقف كثيره فيقول بدر الشمري انا ما اعتقد اجامل وابتسم واضحك وانا في داخلي مقهور احاول اكتم همومي ورا صدري واخبيها في اخر البيت يقول ولكن بكتم همومي واخبيها وانا مجبور وطبع الهم ما يهنى بغير ضلوع راعي الله بسم الله عليك على وش كنت وانزع ايام وانزع ايام منه قنتور ايش حبيبي يلا بسم الله ترى لا يكون ضمن الحركات اللي اطلب مني كذا ترى بس انا بس انا اسمع اسمع وانتوكم تصحون حبيبي سلطان مره حقت ما كفات ادري انها صعبه عليك بس ما علي قلها مطلوبه من الهاشتاج جوال فضائي اللي عندنا ما كفاك يلي ضاعت أجمل أيامي معاك مو معاك يوم نادى والتفات ذا الكون كله وما لقاك انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة وآه منك يا أغلى عشرة انت وينك يلي تجبرني لعينك يلي تجبرني لعينك ذكرى حلوة وآه منك يا حمودي لا لا ما نبي نعطي المنشدين كل الجو خلاص لا لا نبي نسمع من الشباب الثانيين بعد لا 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 نبي من ابو زيده فوق النخل ما استصرنا الا 10 مرات هيدي بيقولها فوق النخل لحن لمتنا جميل يلا فوق النخل فك انا والله لو تشوف وليد والله وليد 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 فوق النخل فوقه نبي نجيب عبد الرحمن سوي سري لدي يلا ما يغنيها يلا ايه رحمان سعيد اسكت اسكت اصبر يا بندر بالله شبيه سري لديها تكفى اسكت ممكن الله سري لديها تبدى فقل سكوني أليها هو أنا ما تشكينا نسير نحو المدينة ونسير نحو المدينة سري لديها تبدى فقلت كوني جميلة ويا ناقة
الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة الله شر لديها تبدى صدق عبد الرحمن في جميلة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة الله نسير نحو المدينة قلنا البنجيبة جميلة جميلة نسيتنا عليلة 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 نحلى الليالي ليالي ليالي خذتنا من على بيلو بعد في 2 صوت انسان الله يهينكم ودي اسمع صوت مخاوي المنتج الله يجزاه خير عطى معطيك اللقب ذا كفو كفو مخاوي الليل وانت مخاوي المنتج يا محسن نسمع قصايدكم طب قول شو ما بدك قول شو ما بدك بسمع من بعد الشركات والمناقصات حق البند يقول ولا غيرها ما في شيء هيثم هيثم فهد غازي بنفسه يطلبك يقول يبي يسمع قصايد تعال بعد المناقصات والشركات الفاشله اللي لا لا في وحده سمعتها ذاك اليوم عجبني يا زينك يا فهد هو عنده في الكلور اسمه ابغى وجزمة ذيك لا 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 قالت على طرف لساني ضيعت سري بحبك دائما الدوام مفضوح ايه خذني معك خذني بقايا شوف خذني معك خذني بقايا جروح هلا ايه 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 وانا خلصت لانك كفو لانك كفو غيرك طالع بالصورة وغير اللي يشتغلون انا بساعدهم اقول الرجال جاء الرجال يا وليد حق الناظر جابوا الصحن وغسلوه أيوه. ولا لمس شيء في الطبخ وهذا هو وراه وقاعد ينظف ويغسل فقط خلاص طلع عليك اوالو 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 تعال ساعده تبيني ساعدك بشيء ابوي سلامتك هذا شاهد الشاهد سلام خلاص خلاص وخر ساعد تجابر ولا ساعدك من ساعد سلام غسيل ساعد غسيل تقطيع البصل هذا تقطيع البصل ليش ما لمسته لا لا هيا روح هيا روح هيا روح هيا روح هيا هيا روح هيا 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 ابد روح حبيبي روح اسري اسري يا واد تعلم جاي عندي تتعلم يرحم امك هات هات البصل فين البصل فين عيال لا ما حاجه بسيطه بس ابو علي تعال شوف ابو علي صار اشقر لا سيبه لازم يكون متواضع سيبه 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 ما ابغى يحترق يا ابو علي ايش رايك فيه ابو علي يقول يمين. ما يعني ما ارضى احطيني في بصل طماطم ابسط حق من حقوقه قاعد يسنقص منه يا ابو علي من هو هو احمد لا ما يسنقص الرجال صق احمد ولا ابو علي رد عليه خلاص فهد في صحون جوا صغار يا مولع يا مولع يا مولع يا مولع يا مولع صغار تعرف العب يا نمير ايه العب تبغى يا ابو علي صحون صغار الصغار ابو اسوه زي هذه صح لا صغار صار في لون احمر واخضر احمر واخضر من زمان في اجوه في هذا اللي ان كذا الاحمر ادري وين في المطبخ شو المطبخ المطبخ العب فلفل العب العب يا واحد شوف سيبه رجعه 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 العب 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 يا ابو علي العب 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 راح تعلم هناك امشي 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 العب العب تعال هنا تعال خليك هنا العب 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 اللي بقى تعلم يجي ايوه ابو علي ابو علي العب تعال يا وليد قل له العب تعال خذ لك كورس العب قل له ابو علي قل له خذ النار خذ لك كورس على الكبده بدون ملعقه جاهزه تعال يا غاز خذ لك كورس جاهزه تعال تعال
العب 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 نص السواق احلالك شاي الحمد لله وعلي ترى مع الملح وعلي يلا يا ابوي يلا مع الملح سري 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 يلا يلا يا واحد يلا عاش والله ابو علي عاش يا شباب رجع خلاص معك حاجه رحت تلقى عند خويك والله شوف خلاص راح همبرجر فيهم ثقة عمياء لأن اللي يمسك بالمكان هذا الذمة والضمير بس بعدين ترى مو شرط انك تطلع من بداية البرنامج عادي في ناس يطلعون من الشهر الثاني من الشهر الثالث اكيد 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 تقدر تدي على حيلك شيء اكيد جاء ابراهيم هنا اي بس متى تدخل كان متى تدخل بالجو متى تدخل بالجو السلام عليك بس وليد هلا بس انا بوضحها ممكن الشباب اغلب شيء صار عندهم بروفايلك ينتقدونه عشان يطلعون السلبيات انا مو بس عشان السلبيات طلعونا من بروفايلك لا لا بس في نقطه بس بوضحها بس الا وهي انه انا بالنسبه لي غير اللي اكتسبته من شباب منكم اللي هو ردات الفعل كيف اكون لي رده فعل اكون محضر رده فعل جاهزه لاي موقف يصير لي ممكن المواقف تعلمت كيف تحصن حالك بالضبط اني كيف احصن حالي مو بس اني استفيد من اخطائي لا يكون عندي درع ثاني اقدر استفيد منه قال سماجه وش اخلاص وش بس سماجه كل شيء اوكي طلع دافور يا ولد قلت فعل رده فعل اوكي الدفاره هذه خلاها شوف دخلت اللي لا تجيب طاري بروفايلك لا لا بس لا عشان تكون بالصوره صح انا انفعلت قلت كلام المفروض ما ينقال لا تجيب لا تجيب انا اعتذر امام الاستاذ وليد وامام يا حبيبي في بعضهم عاتبوني على الكلام بس ترى الاعتذارات هنا ما لها دخل بالفقره اي اكيد اكيد اقول اعتذر بس انا عشان الطاري عشان الطاري انا جدا 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 معجب بمداخله ام تركي والله صارت البرنامج بدقيقه مداخلة والله انها تدرس ودي يحطونها ستينك فعلا لازم لوب والله راحت علينا اخذها ابراهيم سليم هم كانوا اي ابراهيم سليم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله فعلا اختصرت كل نقاط البرنامج فعلا حتى مشتاقة التركي خلت الشوق هذا على جنب تبي تعطي ولدها النصائح عشان ولد واخوانه كل النصائح هذه 100% ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله وليد وذا اقول عسى لا والله شوف اللي يشوف تركي ولد صورا فيكم ما يستغرب من هالاتصال من امه صراحه ونعم وليد طبعا اقول لك انا غير راضي عن ادائي تركي كليا طيب متى دخلت الشباب شادي معي متى دخلت نتحرك ونروح ونجي من بعد البرايم الاول جتنا قرصه في بعضهم يعني انا كنت اقول الكلام هذا تحت الهواء لعبد الاله خلاص بعضهم يتحكم فيه الخجل صح صعب انه يدخل هو مع الناس يخجول إيه؟ بعضهم ما يدخل والله كنت خجول ما كان خجول اصلا كان داخل كان داخل ما اخذ بروتين كان داخل اقول لك من اللي كان خجول ودخل نوار مثلا والله بالبدايه كذا بس شوي انطلق انا بعضهم مثلا انت قسها على نفسك وعلى اخوياك بعضهم يدخل تاخذه معك وتسير على استراحه اخوياك يسولف وياخذ ويعطي بعضهم لا جالس صحيح. مع الوقت تطلع شخصيته صحيح. انها انا من بعد طيب تبيني اخلي تفاعلك يزيد دبر لنا اللعبه حلوه كذا خلينا نتحرك ملينا احنا جالسين يلا انا الحين اجيب لك الادوات جيب لنا شيء خلينا يلا جيب لنا شيء نجيب لك حرك شو راح يروح يجيب هلا؟ انا اول وليد لا خلاص انشدنا وش سوينا ونسني باقي شيء لا لا ما كان شعر غازي يقول تزيد اي والله تكفى اسلم تحت الاول بدايه ابشر بالعافيه اجتمع انا والعيال قبل لا يصير 24 ساعه اهم شيء نسبك ايه المهم طال عمرك فيها ست ابيات الله يسلمك يسراك انت ما يليق الا العلم الطيب العلم الطيب اسلم 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 فاول بدايه البرنامج كان الوضع شوي بدايه البرنامج كان شوي وضع الموضوع كويس ما ادري والله دخلت البرنامج اتذكم طلعت رضا ما ركبني في العياده الاذن والله والله اني راح الاعداد قبل فتره قبل يومين هذا اليوم اول ما والله المهم اول ما دخلت
اول ما دخلت. هلا الله يبارك فيك وحياك والله. الله يبارك بالملايين وملايين. الله يرضى عليك. من عند ابو علي ونعم ولحضوركم الجميل هذا يا حبيبي. يسلم اهديكم الشيله هذه. يلا لا تقول اطلع يا ولد. لا تقول لي رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام ابشر ابشر يا وطن نال يا حال الواعد كلنا من دون حدك على الخط الامام نشتعل من نار الايام ذرك وراعد رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام وابشر ابشر يا وطن نال يا حال الواعد كلنا من دون حدك على الخط الامام نشتعل من نار الايام ذرك وراعد امر ربي ما حاكم وشعب اللي نصرتك استعد لا وقفنا واستعنا بخالله قالنا ما علينا فالمواقف من قام وقعد والكلام اللي نقوله لي اشتد الزحم امر امر يا ملكنا وتبشر بالسعد من يعادينا ما تهنى عيونه بالبنم الا والله نحرم عيشة الدنيا بعد رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام وابشر ابشر يا وطننا لي يا حال الواعد كلنا من دون حدك على الخط الامام نشتعل من نار الايام براك وواعد بامر ربي ما يجي كل ملام ولا تضام لا ملك حاكم وشعب اللي نصرتك استعد لا وقفنا واستعنا بخلاك على نام علينا فالمواقف من قام وقعد والكلام اللي نقوله ليشتد الزحم امر امر يا ملكنا وتبشر بالسعد من يعادينا ما تهنى عيونه بالمنام الا والله نحرم عيشة الدنيا بعد رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام وابشر ابشر يا وطننا لي يا حال الواعد كلنا من دون حدك على الخط الامام نشتعل من نار الايام برك وراعد رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام وابشر ابشر يا وطننا لي يا حال الواعد كلنا من دون حد على الخط الامام نشتعل من نار الايام برك وراعد بامر ربي ما يجي كل ملام ولا تضام تملك حاكم وشعب اللي نصرتك استعد لا وقفنا واستعنا بخالله قالنا ما علينا فالمواقف من قام وقعد والكلام اللي نقوله ليشتد الزحام امر امر يا ملكنا وتبشر بالسعد من يعادينا ما تهنى عيونه بالمنام الا والله نحرم عيشة الدنيا بعد رفرفي يا رايتان عز من فوق الغمام وابشر ابشر يا وطننا لي يا حال الواعد كلنا من دون حدك على الخط الامام نشتعل من نار الايام برك وواعد بامر ربي ما يجي كل ملام ولا تضام لا ملك حاكم وشعب اللي نصرتك استعد ولا وقفنا واستعان بخلاك لا نام علينا فالمواقف من قام وقعد والكلام اللي نقوله ليشتد الزحام امر امر يا ملكنا وتبشر بالسعد من يعادينا ما تهنى عيونه بالمنام الا والله نحرم عيشة الدنيا بعد
حرام يا رب. احلى تحيه حياتي. شكرا واحد. شكرا. احلى تحيه جد رصيدك سبعه. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والله العظيم شرفتونا. تفضل يا شيخ. بالله تفضل. ايوه احلى تحيه دعونا ودي دعواتكم لابوه وجده انهم يا ربي تتمم عليهم الصحه والعافيه يا رب ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا كله صار بالوقت البسيط هذا. يا سلام عليك. وليش بعض الناس ياخذ مشيتين مشيتين وقصيده وخلص كل شيء؟ تراني جاهز بس احط الرزان استناه علشان نتعشى مع بعض. تعال شوف اللي في الفرن. ما شاء الله. تعال يا كابتن. افتح افتح اشبع شوي. ما شاء الله تبارك. دقيقة دقيقة خلي ابو علي فطور. ها دقيقة 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 ابو علي سحور اليوم الثاني. يا سلام عليك. ما شاء الله. وخر شوي بالله. ما شاء الله. في حنين بعد. ايش رايك؟ ما شاء الله تبارك الله. يا اخي ما علمتونا انت جوع اول اليوم. متى سواه؟ ما شاء الله تبارك الله. جلس الظهر سواه وخلص على المغرب. يا كذا ما عندي طلعت سواه سواه الظهر تقريبا المغرب مبدئيا. يا غازي يا ساخر غازي مبدئيا كذا نظرة. انا قيم على الشم تعلمتها من بعض الناس. وخر شو وخر. ما شاء الله النظافه بعد قيم على النظافه تقييم النظافه الترتيب. راح شوف طاولته قسم بالله كانك فتش ليح السيارات. شايفك شفت كل شيء الحمد لله. طيب هذا ليش مو مرتب؟ انا هذا ما عجبني صراحه. الخياره هاي طايحه. وش هي؟ اي ما عجبني. تقطيع من اللي قطع خيار. وين اي خيار؟ الخيار اللي قطع مين؟ انتقد هذه يا جابر. بعدين في ساعة مفتوحه. في ساعة الليمون مفتوحه الخيار. شلون مفتوح كيف؟ ادري انه مفتوح بس مين قطعها؟ انا. اي تقطيعك جميل. على بالي وانت. لا لا انتقد انتقد انتقد. اصبر. هنا هنا الكشمه اللي هو البصل. بدل اشحر برا يمكن في ناس ما يبون بصل. لا يخربونك بروفايلك. والله. ما عندي. ما عندي. ارحم. هلا. شبي. ها؟ انت شر يا قلبي. صحنا و. سلامات. طرطوس. يعني انا بروح. حي انت. خش خش بعد. الحين. هني تشوف شر يا بعد. اهلا بكم. يلا. دقيقة شباب. بس بدون صوت ها؟ شفتوا؟ حنا متطورين. لحد الان بالنسبة لي. شفنا جابر بطل شغله. شوف تشليح السيارة. لا الله. ايش رايك بعد؟ وش حط الرز ولا لسه؟ طالعين برا حنا. ها؟ حط الرز خلاص بحب خلاص. شوف الأرضية شوف شوف. كذا خيانة يعني؟ اي بحب خلاص. أنا بقى أحضر وأنت لسه ما حضرت. حضر يا حبيبي خلاص. جابر يلا يا حبيبي. طيب جهز سفرته. أتوقع هذا بيعوش صار بعد ما تخلص. ليش ما تخلص؟ وين تبغى التحضير؟ وين تبغى التحضير؟ وين تبغى؟ ولا سفرة سفرة لا سفرة سفرة. لا لا سفرة سفرة. تعالوا شباب. يقول سفرة سفرة تعالوا. يلا 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 لسنا لسنا ها لسنا شو الطماطم لا ما ابغى ما ابغى. طيب هذه لا هم نقليها اقلي اقلي صرا 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 وليد الشمري غادي بدا بدا بعد استنى وش خلت طاوله ابو علي صراحه طاوله ابو علي ايه. كم من مستوى التقييم من 10 من اعطيه من الزر من مستوى التقييم اقل ما تعطي 6 لا لا ستة كثير ستة كثير والله كمية تناقض قسم بالله والله مرة عدا صحيح مرة لا لا ترى ما نقيم بشكل ما نقيم بشكل ما نقيم بشكل حنا على الخمس ايوه شوف هو يقيم يا شيخ يقيم حتى على الحلاقة يقيم على الحلاقة والله العظيم من التدقيق اذا حسب شبعان النوم ذاك اليوم طيب خلينا نشوف المنتج ما شفناه ترى حنا مرة لا شفته بس بعد الكوليس والله اني مشتاق خلنا ودي اخذ فره بس هناك يعني ما وين الماي يا استاذ ما جبت يا عمري صراحه تري شفته لب راسك بإذن الله أقلي يا أبو علي أقلي أقلع يا أبو علي هيا شو اسمك اليوم؟ نظف 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 شو اسمك أنت اليوم؟ يعني. شو اسمك؟ شو مفروض يكون اسمي؟ فادي؟ إن شاء الله لا بدي إياك تغير اسمك اليوم ها؟ تنظف 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 بدي إياك تسمي نفسك أبو علي ها؟ تقدر؟
ليه بس ابو علي شو امسك امسك احترق احترق هاي استوت منيح شوف شوف ايش رايك يا فادي داغر ايش رايك يا ساير ما عليك ما عليك ما عليك ابو علي لا توصي والله تحت الاطمان يعيش ابو علي يا عمو يا ابو علي يعيش ابو علي لا بالله روح عني احمد بالله روح عني احمد الله يرحم والديك خاسين شي خاسين الله يا الريح يا ابو علي اتبع هنا اتبع هنا اتبع هنا كل شيء كل شيء كله مناديل وين الشباب؟ يرحم الله الجاي لو سمحت لا ما عليك لو سمحت شو بدك العصا؟ بدك هاي لمين هي؟ مين؟ الله 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 طلعوا عادي عطني فاين 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 يا ابغى فاين يا هكذا الأيام خلاني محترم لذات دنياهم ودعوني وصغروا عني ما هكيت القلب ينساها وتدمع العلة هني حيث لني ما أصبر بلاهم الصغر من ونتي وني من كثر شوقي برؤياهم يا رسولي بابك صبري بحل دعواهم خصب محمد متعني ذاك لي بيرات شكواهم يا رسولي باندبك عني صبري بحل دعواهم خصب محمد متعني ذاك لي بيرات شكواهم يا رسولي باندبك عني صبري صب محمد متعني ذاك لي بيرد شكوى الدهر ضايع يا عم حني والهجر بياح عفصام هك يعلم ما خسر ظني يا الخوي ما طيج فرقاهم يا الخوي ما طيج فرقاهم الله رايك بس يعيش السالفه قلبت قلبت شوي بالله ابو علي شنو هذا كل شيء وعلي انت اول واحد يسلم يا على عافيه كفى والله يا ابو علي اعطني ملعقه بشرب ملعقه الله مولع صقري لا ما فينا يكون كثير تفضل استنى شوي زوق زوق سو سو حركات دجاج ذيب وراك بيك.
احطه. ها شوف راحت عليك يا حب. ها وش رايك؟ لا ردها شوي هنا. لا لا ابو علي لا تغدى على الدجاج. اصبر لي بحالها بالله تغدى على الدجاج حبيبي ابو علي. ايوه تعودتك وحشه ابو علي دايم. يا ساير عيوني جهز لي قصير. سرعه قصير سرعه قصير الصيني. يلا قصير جاهز جاهز جاهز. كيف يا عم ذيب؟ جاهز. لحظه 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 روعه صح. حط في طماطم طماطم ابو علي طماطم طماطم. لا خلك يا ابو علي ما في منك. ليمون ابو علي ليمون اسرع بس ملح قليل. ها ملح قليل شوي. اللي فين اللحم؟ اللحم ايه. طيب دقيقة اضبط قطع الليمون. قطع الليمون قطع. انت طيب ماسك قصدير ولا قطع الليمون؟ الحمد لله ترى ذي تحب الملح زيادة. لا ما هو بحب الملح زيادة. شوف دقيقة. ها كيف سلام. ها كيف اوف ملحها كيف؟ كل شيء واو كل شيء رائع. يا صلاة على النبي يا اخي ابو علي. ذا سلام الله عليك, عليك. كيف انا من حزب ابو علي تركوني حالي. ها انا من حزب ابو علي. ما شاء الله يا اخي ما شاء الله. اعوذ بالله منك يا شيخ. حركات اعوذ بالله منك. لا وين اللي يقول خاصين؟ لا 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 يا ابو علي ما بعد فرغه شيء. كان دقيقه قال بعد. قول له لا 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 شو بياخذ العائله. بسم الله ما شاء الله يا ابو علي بالخبره جدا. دقيقة 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 دقيقة. اي الله حرمت المجنونة شيل يا مخرج يا مخرج كلوز يا مخرج وخر هات كلوز يا مخرج كلوز كلوز يا مخرج. طيب سمع والله سمع بس خليه حط هيا كلوز. أربع 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 صورة صورة. يلا يا مخرج اللي يتذكر التاريخ ماذا قام أبو علي وذيب وسائر. شوف لحم مندي دجاج على الفحم رز برياني الله في صحن واحد. وابو علي يتحدى ابو علي يتحدى. ابو علي انا من حزبك. ها انا من حزبك ابو علي. عندك مين يا خل فادي؟ اكبر شرف لنا فادي من مجموعتنا. غطي اكبر شرف. لا تنزل تحت لا تنزل تحت. لا حتى تعبني انا طول عمري مع ابو علي حبيب قلبي. مش معانا ايه. لا هلا هو الشيف الملفت اللي باين. يلا 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 بتقبل وتتابع. يلا غطي بقى يا جماعه غطي غطي على مهلك. يلا غطي يا ابو علي. تقضي من دون جوانتي حتى ما يجي الزفر عليه. يلا دخلك البطاطا ما عملتوا فيها شيء. البطاطا كنت بعملها مشويه بس ما عندي وقت. بدها وقت لانه كنت بعملها بقصير وحطها في لحم. توقعتها توقع. اسمع 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 اي والله ترى ترى ابو علي ترى الرجال من عليه غبوقه. يلا يلا غطوها غطوها ما عليه. شباب نحطه على السفره ونقول ها يلا انزل. يلا خله خله عيش اللحظه. يلا 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 روح وخر. قواكم الله اجلد يا ابو علي اجلد. بتحبوا مين ابو علي حبيب الملايين ابو علي. ارجع ارجع ارجع. بسم الله بسم الله. في احد راح هناك خربه ولا تكلمت؟ مش مشكله مهم الطعمه. يا سلام عليك. هيدا ايش؟ سلطه شو هيدا؟ خله 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 سيزر سلاد. ابو علي يبغاك الاعداد على فكره يا شباب. اس 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 على فكره يا شباب ترى نزل اللحم قبل الهواء. ايوه قبل الهواء وخصة ما غلق. حبيبي انا حنيد ياخذ ساعتين. طب وين شو في؟ لا 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 بده وقت هيدا كثير. ها؟ بده وقت ثلاث دقائق والله. شباب تدروا كيف نرتب السفرة؟ تقدرون وهيدا استعملتوها؟ ها؟ هذا هو خلي بس اول ما احط الصحن بعد الصحن نحط هذا نحط هذا. لا هذا في الخروف. لا لا نزل الصحن عشان تقدر توزعها بخط مستقيم مرتب. لو في مويه خلوهم. شوف صحنهم مش عليه عليه مويه فقاره. لا نعطيهم سلطات. ابو علي عادي جابر. ايه خلاص 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 اللحم مقطع ولا تعال تعال تعلم كامل
تعالوا تعالوا ابو علي تعالوا. لا يا عيال ممكن رتب. ادوشوهم ادوشوهم جابر حبيبي خلاص ادوشوهم انت جابر جابر كثر الكلام كثر الكلام يا فايده. احنا من نيتس بالعمل مش بالخناق. حبيبي يا خالو يا شباب 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 يلا سموا على عشاكم شباب المجموعة الأولى شباب يلا شباب 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 خي أنا جاي أكل أكل سعودي مش جاي أكل سلطة مع دجاج ومايونيز أنا جاي أكل أكل سعودي حبيبي يعني ما فهمت حبيب علبة حبيب خالو يلا حبيب استنى حبيب علبة حبيب خالو خال فادي حبيب قلب خالك بحبك وأنا كمان يا خالي تعال بحبك يا يا ابو يمن حلال عليك مبسوط اكثر شيء حلال عليك بساير تعشوها بالعافيه لانك وتحبوا من ابو علي 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 بغض النظر انه فريقك طبعا الافضل حبيبي ليش يعني رغم المغريات اللي حصلت هونيك تعالك تفضل تفضل رغم المغريات اللي حصلت بقيوا هالجوز معك عم بيشتغلوا قلبي ومش هيك خلصتوا على الوقت هذا روح التعاون ولا ننسى ديب هذا التعاون ديب شكرا يا سهل حبيبي شكرا لكم يا سيدي ديب يا خالو يا نجم يا بتاع الكلكت يا مبدع حبيبي انا من يوم بدا الفقره وانا ماسك الملعقه هم بيتمشوا مسوي سلطه ومسوي حنيذ الحنيذ انا قال لي علي ولدي يلا اصلا الزلمه ما دخله تركوه ما عم يشتغلوا معه شفت كيف قاعدين عم بيلعبوا معنا هو ولدي علي قال لي قال يا بابا لا تسوي حنيذ خليه يتعلم على الحنيذ قلت حاضر يا بابا خليه يتعلم مسكين انضرب خليه يتعلم فانا قلت اتعلم يا راح المسكين انا بحيي روح الفريق وجاي يتعلم معكم بالضبط وجاي يتعلم بالضبط حبيبي وجاي ايش يتعلم وجاي يتعلم جاي يتعلم وجاي يتعلم وجاي يتعلم وجاي يتعلم بس اسمع اقول لك شيء لا يحط راسه بالاسمين المعلم المعلم الكنج المعلم المعلم ابو علي المعلم ابو علي شباب وراك بلاش وراك 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 اول شيء بقول كلمه خذ وعك خذ وعك خالو خذ وعك خلي دافع عن نفسه خلي بدافع عن نفسه بقول كلمه بس الله الله يبيض وجه ابراهيم السويلم وعز الشهراني انهم هم اللي يرفعوا رتم المطبخ لو انا على ابو علي كان ضاع لا 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 معلش 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 مرفوع وكلامك مردود عليه كلامك مردود عليك كلامك مردود عليك السويلم ولا عزوز يلا يا طير يلا اسمع الرد لا تعطيك مقفالة خلي له هيدا مسكر احلى تبعي خليني مسكر والله كان بيسودك شوكي انا اذا فتحت تمي كارثة خليه مسكر بس اسمع وليد حبيبي وليد انا احب الملح جاي وليد 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 اسمع وليد ترى هذا الموضوع مين لحظة لحظة لا وليد وليد لحظة بالعكس عمل حركة في الملح هاي اللي بتجي من بعيد هيك سقطت عليها كان مبدع انا بقول شيء اسمع ابو علي اسمع ابو علي انا محتاج مقيم انا اقيم نفسي الله هذا يعتبر غرور انا غرور على الغرور هنا ليس تواضع انا ضمن النجم تواضع يا ابو علي يا جماعه صل على النبي صل على النبي اسمع جايب لي واحد نار مطبخ جايب تشيف اسمع سلام ما تجيب العقل تطبخ الناس يتذوقون جابر قيمني انا قيم جابر الى متى الى متى تقول نجم 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 اسمع النجوم جابر قيم تعايمني وقيم ما عندي مشكله نعم انا ارضى في بنود واضحة هنا يا حبيبي مو بنود كل شيء تغير بنود واضحة اسمع اسمع يا ابو علي شباب لا تهرب يا ابو علي اسمع بقول لي ابو علي حالة لا ترى يلا ساير 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 ترى قبل مشكلة ساير صوت صوت تكون انت داخل تكون ساير 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 لا ساير يا اخي ما عليك نظافة 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 يلا همشي همشي تعال 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 ننظف ننظف يلا استريح يلا شباب يلا يلا ابو علي ابو علي شباب يلا شباب يلا
يلا شباب كلاكات مش وقتها يلا بعدكم يلا شوف على المطبخ بسرعه يلا يلا شيلها ها شيلها يلا يلا في زلطه ابو علي ما ابغاها ها جيب جيب صار وزعها التليفون لك السنبله كل ما زادت ايوه ما تشوف نفسها تقول انا نجم تشوف ها بلا جيب مسحوق انا خمس عرض ما ينتج ولا شيء جيب اربعه اوكي طيب 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 يلا يلا خلنا اوكي اوكي طيب يا شباب من اللي بيحضر معك انت ابو علي جاهز انا خاصي يلا جابر انت الشيف الكبير اللي محظوظ اليوم حطه في صوص صغار ما عليك اصبر يلا شيلها كلها بالعافيه يلا ايه ايه شباب يفهموني ترى نظافه يا يا سايل يلا شباب ايه فهد حبيبي في 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 يلا يا عيال لا لا ساعد 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 ودي 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 احنا معه يلا خلي شيل على المطبخ يلا يلا تمام بنحطها هنا و... يلا هو شيلها لا خليني شويه تحرنا ها خليني شويه شطره ما بو بروفايل لازم تستفز الخصم لازم لازم ضروري يلا شوف مفتاحي وينه نتمنى منكم نتمنى منكم يا استاذ وليد انه تاخذون حذركم من ابو علي لا يسوي اشياء على المجموعه الثانيه يكون عادل ينسى المنافسه هذه اذا جينا في المطبخ يا ابو علي اتمنى منكم ابو علي في المطبخ والله ما علي حتى ولو عادل تابعوا وراه اشوف استاذ وليد ابو علي فقره المطبخ لازم تتابعوا لا لا اكيد ابو علي يعني قاعد يقولوا عشان معلمنا الكبير ان لا تاخذ فقرك مننا ان احنا ما كنا مجموعتك تاخذها في المطبخ ايوه ابو علي الوحيد اللي عادل ابو علي ابو علي انا اشهد اشهد حق المشاكل والاشياء الشخصيه بجنب حبيبي خلي خليكم في مشاكل خليكم صلى على رسول الله صلى على رسول الله احنا ابناءك يا ابو علي اقسم بالله العظيم حق وبالنعمه دي ابو احلف واقسم بالله انا لو ما هو معزه فيكم ومحبه فيكم انا من الساعه 9:30 وانا هنا في المنتجع الصباح تحيه لابو علي تحيه لابو علي يعني الموضوع اللي باخذه شخصي انا اقول ابرز على نفسي لقب ما في خير بروفايلك بيتابعوني صلى الله رسول الله محمد اسمع الله سبحانه وتعالى تابع قبل قال لك دور يا عيال حتى ولو حتى ولو ما صار لا تحاول تقول والله 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 انا احلف بالله اللي هو اللي هو شخصية نعم محمد تبغى شخصية محمد والله وليد تابع معه لا 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 شوف كيف استاذ وليد اذا خسرت اصبحت محمد شخصية انتهى 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 طيب يا ابو علي سم ما صار بس لا الوقت الوقت يا جماعة اللي معاك ينظمون واحد من هنا والباقيين يا شباب شباب كذا على بال ما يجي شباب شباب المجموعه الاولى شباب 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 المجموعه الاولى شباب سريح ولد سريح شباب حسن شباب 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 المجموعه الاولى سوير يلا يلا عبد الله عساف بدر بسرعه سريع سريع يا عيال يا عيال يلا شباب شباب الاغراض سريع يلا يلا شيلوها يلا يا عيال المجموعه الاولى الاولى يا ابو علي المطبخ 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 عبد الله عساف معنا المطبخ 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 ابغى الدنيا هنا فاضيه يلا ما ابغى ولا شيء عبد الرحمن سوي يركب حق ايه ما ابغى ولا حاجه ايه ابشر يا ابو علي يلا جابر جاهز يا جابر جابر جاهز بصرف نظف خمس دقائق بسرعه بسرعه سريع سريع جبتها يلا لا مو بهذا لا تصور اشد لا تصور اشد اويلي لا 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 قطعت يدي ابو علي هتسوي سلطه هنا ولا ايش هنا وزعها هنا وزعها هنا وزعها هنا وزعها يلا يلا وزع 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 حول الله بالله العظيم بدر سريع سريع طيب 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 حسن مطبخ هذا حط الثلاجة ثلاث 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 ابغى دين نظافه ابغى اي حاجه عليكم شوف شوف ابغى دين نظافه يا حبيب الخير يا حبيب الخير شباب لا لا تنفك 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 خطري ابو علي ها لا مشغول والله والله مشغول والله علي باي روح سايق شيل هذا سايق شيل اللي تحتي لا 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 محمد احسن والله لا محمد كيف دف دف شفت
يشيلها على دفعة واحدة بس. اي دفعتين. ايوه. اسمع ايه خذ العربية قدام هناك. محمد محمد تكفى. ابو علي قايل لك ابو علي. ابو زيدة. لا اله الا الله. يلا شيلها. ايوه. هذا بعد. الارضية يعني؟ ارش الارضية. يلا. يلا. طيب طيب طيب. اخر بالي اخر اخر. شم بس. دقيقة دقيقة. شيء 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 شيء. شيء خيال خيال. شوف 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 شوف. والله شغل ما حد 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 ذيب ما شاء الله تبارك حبيبي ابو زيد وسع وسع ابو زيد حبيبي إيه؟ حبيبي الهواء الهواء نبغى هواء حبيبي ديب نبغى هواء مكتومين الله ديب الله عليك شباب والله نجيك بعد لو انك وسط قبر والله يخرب ام الدنيا انا وراك صورت بذي سد عليها جينا بنفتح بذي سد عليها اتشفيك يا رقب يا رقب ايش فيك ايش بك يا شعبان ترتيب يا رقب شيء اساسي وينه الله عليك شوف ابغى ذبحنا الجوع ذبحنا الجوع وليد كلم والله يا ذبحنا الجوع كلم كلم جابر الله الله ولد ايه خلصت ربنا جابر يبغاك يا شباب ابي اثنين دقيقة دقيقة معك 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 شيلوا هناك عطري عطري وخروا شباب بالله وخروا عطري شوف هنا شوف اللمسات اللي الحين هكذا عشان بسرعة النخل بسرعة لا لا وخروا لا هنا 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 النخل 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 بنقرب له يلا تعال شيل محسن خلوه خلوه حبيبي وخروا يا تركي شوي شيل يلا يا عمري تسلم يمينك بالله ممكن توخر ايش هنا 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 تعال بزيد وخر الله مسبحنا الجوع والله مره الله حبيبي ابو زيد اعطيه هدا في خاطرك اعطيه هدا اي خاطر الله يا اعطيه هدا ماني تعبان والله يا وليد يا غازي شوف شوف الله يعافي قلبك بس الكبده وليد غازي جيب لي الليمون وذا اللي لبس دسوس تعال تعال حط الليمون خيار اي ما شاء الله وليد يا غازي شوف يا غازي جابر عادتك العلم الطيب يا شباب شوي وخروا يا شباب بالله لو سمحتوا مع امانه بدر وبعد خذنا المساعد وخر بعد انت بعد عرفت ليش مقصص كذا هذا ايش معنى عرفت غازي ليش شوف ايوه يقول لك العبره في خواتيم غازي دندنا يا دندنا ومين يطبخ زينا دندنا يا دندنا ومين يطبخ زينا دندنا يا دندنا ومين يطبخ زينا ايوه 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 عطنا عطنا شوي 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 وي 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 شوي كريه حجي وي 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 شوي شوي وي 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 شوي وي 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 شوي وي 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 مع كاتشب كاتشب مع شطه شطه مع كاتشب وين الغطا وين الغطا وين الغطا وين الغطا الله 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 انا اشيلك يلا لحظة يا شباب اصبحون ايه موسى حط 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 هذا وليد وليد تعال شوف يا وليد وليد والله شوف شكل اي وليد وليد حط حط هنا هنا شيل المكسرات في النص بسرعة 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 هلا يا قلب يا قلب عطني فاين بالله عطني فاين في لحم في لحم هنا خليه سكر هذا اها لا اله الا الله لجا ويا مرحبا ايوه ايوه باللي وحبا حبا باللي جا باللي جا ويا مرحبا وباللي جا باللي جا حيد الشافه حيد الشافه حيد الشافه يلا يلا ان سلطان ينسى الرقصه ان شاء الله يا رب شيلوا فريقي اثنين يشيلون زين عسل عسل هو يلا والاكل وصل يلا حيو وعسل عسل وهو يلا والاكل وصل يلا حيو لك من بروفايلك بكره ليه يا
يا حرام عليك على مقابلة سيادة اليوم. وين عسل عسل اوه يلا والاكل وصل يلا حيو يلا يلا الحين خلوا المجال للمقيمين. عطريها عطريها شوفوا حتى السفره شوف السفره ما شاء الله شوف السفره اي والله شوف السفره يبي ضيوف تجي استاذ بادي امسك الكتاب وشوف الكتاب يا شيخ استاذ بادي روح خلينا احمد يدك 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 شوفوا يلا اول شيء اول شيء نبي نكون مع الشيف جابر اول شيء اشرح لنا بس باختصار اللي صار. لا لا اولا ندخلك مع يا شباب ريلاكس طيب عندنا سلطه الجرجير طيب عندنا بس سوري لما نتربع حنقعد كلنا بالجزم هيك اجلكم لا 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 اوكي عندنا الحله المكس الحالي المالح بالشعيريه الباكستانيه عندنا صينيه البطاطس طيب بالسمك تعال عندنا هنا الطحينيه معمول الخاصة في الشيف جابر تصحر بحور تعالوا تعال تعال كبتة تعال عندك شطة الحارة الله عندك السلطة اليونانية ما بتأثر بالعربية السلطة اليونانية نعم اوكي نفتح طيب وبيقطعوا علي الحركات شوف 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 كشك البطل كشك خلينا نصفيه 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 واحد يقيم واحد تقييم يلا صح كيف انا افرق لا يعني كل واحد يعطي عطني رقيه استاذ فادي تفضل استاذ فادي قيم انت يا شوف قيم يا ابو علي ولا هنا بدون نقاط بعد ما شفنا هو بدون نقاط نشوف لا بدنا نزوق بعدين نروح هناك نزوق هناك مندوق ولا تبغى نحط بنود عطى على النظافه كذا 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 المويه مو مطلوبه زين طيب سجل سجل لا تقول بعد شوي يلا يلا طيب انا ما عندي قلم اعطوه قلم مين ذا بستوب وقلم يعطيني قلم معك قلم لا خلاص صحو ميسي طيب انا بسألك سؤال شاطح مرة ما جاتك انتقادات شلون انت شيف وسعودي والطبخ مول الشباب وكذا كثير جدا انا بفهم كيف تغلبت على الموضوع هذا بس العزيمة حلو العزيمة والحمد لله لما قابلت كثير من الشعب السعودي شجعني ويمدحني في الشغله هذه الحمد لله انا مبسوط جدا وفخور جدا كسبت قلوب الناس كسبت محبه الناس الحمد لله يلا لك طيب هو بالبدايه يجي موهبه في تعليم دراسه لا الحمد لله موهبه من الصغر ما شاء الله الحمد لله وقائم على مشروعي يلا ان شاء الله والله ان انت وابو علي والله اننا نفتخر بكم صراحه الله يسعدك انكم قاعدين تحمسون ناس كثير غيركم وتعلمون بعض الرفر يشتغلن اكيد طيب بس هذا كيف ينوك الحين في ملعقة ولا خبز؟ أيه دقيق أنت موجود الخبز موجود شفت؟ وتقدر تأكله بالملعقة في الملعق يلا مالك شغل لا تردون على شباب لا تردون على شباب لا تردون على أنا شوف أنت معنا نصيحة وخر لا بعقل عشان ناخذ درجة كاملة ما أنا محمد تصير وراك مرة عشان تعطي التقييم حقه يا سلام عليك يا عيني عليك افتح لي الطحينية هذه لي اول شيء اول بند عندي العلاقات والشخصيه والسوابق راح اعطيك نقطه عاليه في بعض الناس راح نخسر ها لا المفروض ما صرح البند هذا يلا يلا لا والله ماني يلا شباب بناخذها عليكم طيب خلوا ذيك الطحينيه دقيقه هيدي الشطه مع شطه التاكل مع الرز طيب كيف بدنا عمر ما لازم نجرب دقها مع الرز هذه خلطة خاصة فيك انت هذه طحينية اي هذه شايف ممكن هذا ما انا افك لك شوي حارة ما شاء الله شو الزين جحفلتنا الحرارة هنا مو بهنا لازم طيب ناصر وش العلم بس تكفون نبي تبي صمت عشان وقت يلا يلا شباب يلا خلي يقيمون عشان خلنا مرة واحدة جرب الصينية طيب ذوق صينية الحلا والله لا انام هنا بالصحن لا هو الطبق الرئيسي هنا صح؟ ايه طيب ليش ما تذوق السمك؟ ذوق السمك صدق ذوق السمك عطني عطني ملعتي يا ملعتي شو اسمه؟ ملعتي جابر طيبة كثير هيدي كثير طيبة هي خالد يا تشوك روح بس روح تمسكها في يدك
منو؟ انا بس تعال تعال يا شباب تعال 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 لا تروح لا تروح تعال تعال حبيبي شايف هيدا الفخذ صح؟ تعال يا قلبي ايه رايد وهيدا شو؟ ما شاء الله تبارك عليها نقاط مجموعتنا والله اللحمه جد ما شاء الله شو بدك؟ طنك والله من هي؟ خلنا معنا شو بدو خيارة؟ حالة الحالة ما جربت بالعافية وليد وراسي خالد طبعا حالة مرة وليد خلا باجيك هنا شوية شوية خدمك رايح طيب نسكر ونجلس على ما يخلصون يلا حيهم يا هلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم حيهم يا هلا الله يجزيك يا هلا طبقين ثلاث طبقات ثلاث طيب تشرح لنا شويه اشرح لك حبيبي اشرح لنا ابو علي بالله طيب شويه بدر بدر هذا اول طبخه هنا سوينا شوف 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 هنا هذه اول طبخه برياني لحم وفي النص دجاج على الفحم بهارات طبعا بهاراتي بهارات الشوري والكبسه دي كلها بهارات ابو علي طبعا القسم هذا لحم مندي تعال شباب بالعافيه سلطه عاديه حياكم الله ويحفظكم رز رزين صح؟ ها؟ ثلاث انواع رز ثلاث انواع مندي وطبعا حق الدجاج طبعا مخلوط مع بعض وهذا برياني تفضل كل ثلاث طبخات في صحن واحد الله عليك تفضل الله 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 اول شيء بند العلاقات الشخصيه خصم بالعافيه صاحبي بالعافيه بالعافيه اهم شيء ركز على بند النظافه والطعم والامور الطيبه طبعا هي بتاخذ ما حد جاكم مجين ما حد جاكم ما حد جاك بجاد ما حد جاك انا ما انت واثق من شغلك يا بجاد يا يلا يموتون الربع علينا لقمه لقمه بسرعه شو رايد لا بدنا نقطعها تبدا الاصبه اكثر اكله خطره لانه ممكن بلحظه تعمل زفاره ما بتنطق نعم اضرب من السمك بعد صحيح روعه بالعافيه الله روعه انا عارفك انت انت ابو علي تقييمك والله ابو علي هنيك صراحه بس الملح ناقص شوي ابو علي خذ راحتك ها لا لا والله يا ابو علي شيء الكبده شيء الكبده والله يا ابو علي كلام ثاني والبهارات انا 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 البهارات شيء شغل انا امام الحكام انا الان ماني شيف ما انت تعطي مكونات البهارات والشيء ولا سر خلطه خاصه خلطه خاصه اعطيك هديه منها وبجو ايه الخصم هاك 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 يا حبيب عيني تسلم شكرا لك لا 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 بعطيك هذه استعملتها بعطيك عندي في السياره لا 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 والله والله اعطيك غيرها والله ما في عندك وحده لا غازي اعطيته فادي بعطي انا بدي احطه من انا تعال يا غازي انا بلعب لك ما بتكتر من هنا هلا نكته والله والله اي والله بدو هيدا الباذنجان سمي طيب عشان ما نطول بالعافيه انا بلست في عشرة عمر وخلافات شخصيه في شيء في عشرة عمر صعبه يا ابو علي اخوان والله عادي والله عادي صعبه تفضلوا معنا ركز على النظافه يا وليد وليد وين راح تركز شلونك يا غازي يلا يلا ابو استاذ انا مستمتع بدنا نقعد هون هون نقعد نقعد لا واقفين هنا هنا سجل انت اللي انت بتختار انا سجلت خلصت وين يا شباب هلا ايش وش ابي اي اصبر اصبر صايف صوت صوت استاذ فايدي طيب ابو علي تفضل هنا لو سمحت استاذ فادي والله لا تعلن الاسم اكتب بس الفائز اوكي طيب اوكي الكوادر تمام طيب اول شيء تشكرون جميعا على الشغل الجميل شباب والله قاعد افكر بخصص يا شباب وشو بخصص ابو علي تبغى درجة الجمهور طيب الله يعطيكم العافية جميعا ربع ساعة بالله بالله دبنا لنا ربع ساعة شباب 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 فترة بسيطة سويت أشياء جميلة بشغلكم يا أبو علي وشيف جابر مهما كانت الجلسة حبية وودية وكذا إلا أنكم قاعدين توصلون رسائل للشباب السعودي حبيبي. أن الشغل اللي مثل هذا عليه منافسات كبيرة وشغل جميل برا وفي ناس قاعدة تتنافس عليه فبيض الله وجهكم على المجهود اللي أنتم قاعدين تسوونه شكرا لكم ابو الاستاذ فادي تقييمك بشكل عام اللي شفته هنا واللي شفته هنا شوف على عجاله بس عشان
ايه انا بس بدي انطلع لا مش حول اسم انا حانطلع بس من موضوع انه يعني انا وقت بسافر لحتى ذوق الاكل يعني بحب روح على البلد اللي انا فيها ذوق الاكل تبعها ما بحب يعني ما بحب شوف روح اكل عند مطعم معروف عالميا بحب اكل بمطرح له علاقه هذا الشيء شفته عند ابو علي اكثر من هون من مش حاحكي عن الطعمات طبعا الاثنين مبدعين بدك استرسل الحكي بعد؟ لا خلاص بس انا بيك تقول اللي هنا وهنا لا تقول الاسم ايه عطنا ايه اوكي بعد شوي كيف؟ بالنسبة لي انا صراحة الشيف جابري يتفوق في التنوع وطريقة التقديم صراحة مثل ما قالت ام تركي موسى العين تاكل العين تاكل قبل صبعك تاكل لا العين تاكل قبل فأتفوق بالشكل هذا الجميل بابو علي انه قاعد يقدم اشياء محليه برضو نوع بطريقه جميله جدا استاهل ابو علي نوع حلو التنوع بقلب الاكل عنده التنوع جميل التنوع جميل تقييمك انت لا تقول اسم قلنا كذا وكذا نسبه لا اللي شفته بالصحن هنا واللي شفته هنا نفس ما قلت انت جابر شيف جابر نوع بالاكل والسلطات الاضافات الجميله وابو علي بعد ما قصر نوع باللحم والدجاج والمندي والمضغوط صح لا ايش هو؟ ما في مندي وايش مندي وبرياني ودجاج الفحم بالبهارات الخاصه حقت ابو علي ولا ننسى بعد تقنيه الشيف جابر لكن انا عندي اشكاليه بس عند الشيف جابر النظافه مش ذاك الله عليك طاوله ابو علي كانت وزيد على زي ليك شباب ابو علي كانوا ملتزمين اكثر يعني في مطرح انتم مسؤولين عنه لا اسمعني محمد اسمعني لا تخرب عليه في مطرح انتم خربتوا عليه للشيف جابر لانه تركتوه لحاله وانتم قاعدين عم تنشدوا معنا هونيك كان مفروض تدعموه يعني ما مش مسموح يكون هو الشيف تبعكم انتم فريقه ما حدا منكم قطع معه خيار هو عم شكشك لحاله كان الشيخ هيدي نقطة تحتسب عليكم لا معايا ديب طيب وصلنا الان وصلنا الى فترة اعلان النتيجة مخرج عطنا بالله صوت دقات القلب وارفعها خلي تهدف نجلس ربع ساعة شباب هلا حبيبي عطنا صوت دقات قلب تناقش اصبر افا شوف حاجة تحت انا روح بنخلي غازي على الاخير لا لا اسم انا بين الاسم هو اللي فاصل يعني اللي يجيه اسمين هو اللي فايز اوكي طيب وين دقات القلب يا طيب يوه اقوى قلبي اعلى طيب نغمة ابو كاتم بالله طيب احنا ثلاثة فاكيد في صوتين ضد صوت واحد دقيقة لا يقدر يصور ما يقدر يصور ابو هذا قوي انا لا يجيك واحد من هنا يحرك يجيك واحد من هنا ياكل وقاعد ارفع الصوت ارفع الصوت تستاهل والله سلطات ما لها علاقه بالاكل لا والله تستاهل والله يستاهل والله يستاهل انسان ساكت وللاسف الشديد الصنير العملي في السلطات المعموله والسلطه الاجنبيه انا ما اشتريتها انا بشتري الاكل الشعبي طيب بعدين بالعكس ممكن عشان تزيد جابر تبغى تقول وانت كيفك ما طيب يلا نسمع الصوت اقوى شوي ليك ايش حافظ قديمك جديدك ما بيدوم طيب كيف انا نضحك انت تتوتر هنا اربع صوتك تروح مش بكفي انه الملح قليل بالنسبه لي طيب اول من راح يبدا راح نعطي امتياز اعلان الفائز في هذه الليله التي لا تنسى استاهل راح نعطي امتياز غازي مطيري راح يعلن الاستاذ فادي بعدين انا والختام مع غازي مطيري استاهل ابيك تتعق يلا صوتك طيب عطني صوتك تفضل استاذ فادي انا حقول ليش اخترت ابو علي لانه التنوع كان بقلب الطبق السعودي بحد ذاته هونيك كان في اطباق اجنبيه انا اذا كنت معزوم على هيك عشاء عند ببيت عادم ما حاكل الاطباق الاجنبيه حاكل بس الطبق اللي بالنص والطبق اللي بالنص ما شفت فيه تنوع قد ما في تنوع هون يعني هون كان في عندي مجموعه الخضار المطبوخه بقلب الاكل مع مجموعه الدجاج مطبوخه بطريقه مختلفه ولحم بطريقه مختلفه فانا بشتري طبق ابو علي الله عليك يعني الصوت الاول يروح ابو علي نعم ايش فيك كانك بعزم انبسط عادي كل هذا توتر لا والله كل هذا توتر يا ابو علي عادي طيب
برضه شوف اضيف الى انه ما معقوله يعني اضيف ابو علي ابو علي ما خلص سبب اضيف الى انه فريقك كان متجانس معك اكثر كانوا الشباب نضاف لا تطرب يعني خلصت الطبخه المطرح اللي يجي من هنا يحرك وليد ما تركت شيء ويجيك لا جالي بقي فانا بقترح انه انت عملت الشغل الافضل فريقك طيب بالنسبه لي ما ادري يمكن لساني تعود على طعم معين وعلى طريقه معينه مع ان شيف جابر سوى اشياء حلوه اللي هي التنوع طريقه التقديم يعني اللي ما له نفس يجي ياكل اما ابو علي تفوق باللي هو البهارات الجميله والاكلات الاصيله و ارفع شوي ارفع بالنسبه لصوتي لن يكون صوتي لوحدي صوتي وكل صوت زملائي الذين عانوا على مدى طويلة الواقع صوتي ايوه راح يذكر في برامج الواقع القادمه كلها الله الله كيف لمتسابق يقيم من يدعي النجوميه يا سلام شوف جاتك على طرف الذهب هدوك ايه هدايا لذلك هدوك هديه تستاهل ابو علي سم انت معلمنا وكبيرنا اللي ما نستغني عنه حبيبي القديم باقي والجديد ما ندري عنه يا ابو علي الله المستعان عرفت شلون طيب ترى مو فقط المطبخ لا 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 اصبر والله جتني يا ولد هديه من ربي اي والله فلذلك يا ابو علي استشفع ابو علي بينك عيش وملح اكيد وعشره طويله عادي ما بس يمحيها ما يمحيها يوم ولا يومين حبيب. لذلك ابو علي انا ما اقدر اخونك وصوتي يروح للشيف جابر طيب شباب طيب صوت لابو علي وصوت للشيف جابر لذلك يفرق صوت واحد واحد نقطه نقطه كلامي مع فادي وكلامي مع وليد نفس الشيء اللي قالوه لكن صوتي راح يفرق ايوه والفائز معنا اليوم صلوا على النبي ارفع الصوت يا كنترول خلوا حماس الطعم تنوع شباب هذا الدفتر مدري مين شباب ارفع الصوت يا كنترول انظر الله فوق الفائز وين الكاميرا هذه الفائز معنا اليوم هو الشيف جاب الكبير ابو علي والله لا والله لا والله حلف بالله حلف بالله استاهل حرب عليهم انا قيمتكم صح هلا اجلس حبيبي مستيفن هنا 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 اجلس جلسنا ايوه حياك حياك ابو علي خلني ارتد نفس لا والله ابغى اجلس ما بقدر والله ما اقدر انا البعض أيوة. طال عمرك قدها والله قدها كفو يا ابو علي والله بس في التحدي يا ابو علي والله بس والله شوف شوف تعال ابو علي هذا وصل التحدي ابو علي تعال علي تعال ابو علي ليه انت تتغدى انتصار تتغدى انتصار تعال هنا وانت تستاهل للهنته
تقول تبي تنوع المزاج. بنجيك حبيبي بنجيك. عمان والله. انا صراحه بيعجبني تقييم الاستاذ فادي، يعني ذكرها بالتفصيل من النظافه يروح التعاون الين كل شيء. بعدين ذكر استاذ فادي نقطه مهمه الا وهي اللي هو التعاون، لا التنوع في التنوع في الاماكن اللي انت تروح لها في صحن واحد. خذ الاشياء الاكلات الرئيسيه عندهم بدل ما تروح للمطاعم الفاست. يعني انا ما بروح بيت بس عند هول الفاست فود بالضبط وقت اللي بسافر، حتى لو بدي اكل يمكن شو عارفني اجلكم اي شيء غريب عننا لازم ذوق. جاي اجرب. ذوق ذوق جعل ما يذوق غيرك. انت تحب الاستكشاف يا استاذ فادي جدا. لا كلام صحيح. بالنسبه لي السفر اهمه الذوق والشم اهم من النظر. الحين استاذ فادي انا لو عزمتك عندي في الامارات في البيت انت تفضل اني اسوي لك طبخه اماراتيه او اجيب لك وجبه من برا معروفه؟ لا طبعا اذا جبت لي وجبه بزعل منك. بعتبرك ما عملت من قيمتي. بالضبط. انا جاي ادوق اكلك مش جاي ادوق اكل الاجانب الامريكان يعني. شو بدي فيهم؟ لا فادي مولع. احنا ودنا نقفل بريال بس بعيد عنك. تعال هنا تعال هنا بدل. ايه لفوا والله عبد الرحمن قال والله والله تعال انا بيت. انا بالبرياني انا بالبرياني ابن مندي لف مش غلط تعال بالعافيه تعيش معي في الجنه. لا انا احب المندي يا كيف الكبير كبير يا ابو علي والله والشيف شيف ابو علي والله انا خصمك سبحان الله علي تتمنى ذوق طبخات فعلا يعني انا عم باكل اكل سعودي انا هذا اللي بيهمني بس شهادة حق مثل ما قال قبل شوي عبد الرحمن سويل النظافة عندك ابو علي كنت تهتم فيها وكنا نقول بس كلام ابو علي بس الحمد لله ولكن ما شاء الله تبارك الله فيض الله وجهك والله انا كذا فصلت ابو علي وين رايح خلاص ابو علي من الساعة 9:30 وانا قبل رجلي وحده من 9:30 الصبح ابو علي معك سيارة فهد المالكي ساير وذيب حبيب شكرتكم انا كيف ابو علي تعال هنا وانا بجي انا تعال تعال ذيب من التوتر من لا افهم يخرج شوي عنه مسؤولين ابو جيده جيده لا تكفى اذهب شوي لا يا ابو علي ايش ربي قابلك والله لا انت وليد شوي لا يا ابو علي قرب يا انت احمد عطني الاطباق يخرب بيتك ايش قال لك؟ علي ارتب له ما احل يا رجل ايش قال ابو علي؟ لا ولدي 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 غاد جمريد ابو علي يحب يحب يسولف يحب يمزح ابو علي الله يخليك لهالدرجه المتسابقين يفرحونا يو لا 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 الله دارت الدنيا وياما دارت الدنيا عجب اول واحد يكسر رقمي في القريه بس انا طبخ خارج المطبخ ابو علي شكرا لا اوكي 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 انت جميل ايش فيه تعال تعال ما في شيء دخل ولدك يا ابو علي دخل روح صحن ثاني يا ابو وليد تعرف شو يا شباب مزمز العظام لا 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 ما لك تعذر بالصحن ثاني تعش تشعل فيها روح ندوق لا نصاب اصبر اصبر ما عليك نظام العيد خلي تنقلوا يا عيال تنقلوا والله اني صدق انا بروح اقول لك اللي ما يتعرش ما تعش ما تعش يا سلام مو على كل حال الحين هذه يونانيه ولا سيزر ما في اسود ابيض احمر يونانيه ايوه يونانيه حقت ابو علي ادرك يوم تخسر اجل هذه ما في يونانيه حقت ابو علي تبي ولا ابو علي ابو علي يعطيك كيف الرد انقتل ديب شو رايك هنا يا متقرب نقطه ضعف ايش خطوه كاميرا حسبنا بجوا والله ما اقدر عنه كل اللي تبقى يا احمد هذا في حراره مفطح مندي كله على عين راسك بعد انت حسيت غير شيء ثاني يا ولد كله امسك يا ولد عشاء ايش حاط معك كل انا بس اقول بالله مره رحيم الله يقطع بليزك يا سيف جابر احنا حسب الطحينيه الاولى فيها تغيرت يا رب اطلع وراك الحريم عطني